نبدأ المحاضرة بإذن الله. بس حابب أشكر الناس اللي ليهم فضل كبير بعد ربنا على النتائج اللي وصلناها في المحاضرة، وعلى رأسهم أستاذي الكبير الدكتور علي عمر. طبعا ده كان في سياح بلد الحلوان، كان درسنا في إيجوس الأقصر حوالي 2004 2005 و2006، وبعد كده في محاضرة سمعتها مؤخرا فيها تحديث معلومات مهمة عن معبد كومومبو، وبالذات المعابد البطلمية الرومانية أخذنا في دراسات جديدة، وبعض الكتب والمقالات اللي بتصحح مفاهيم ومعلومات كتير احنا كنا بنقولها، حتى لو انت تابعت الشرح بتاعي من سنه او اثنين، حتى لو الشهر اللي فات، لان علم المصريات معتمد اعتماد كلي على ما الحديث، الحاجات المحدثه الجديده. طبعا الاستاذ الدكتور علي عبد الحليم، طبعا محاضره مهمه، وممكن ابعت لكم لينك المحاضره، استفدت منها كتير، وكان ليها هتكون ليها اسهامات كبير في تصحيح مفاهيم ومعلومات كتير في المحاضره. وبشكر الزميلين الاستاذ دكتور مستقبل ان شاء الله عبد الرحمن احمد امين، تبع طبعا مساعدته بعت لي بعض الصور وبعض المصادر، والغائب الحاضر محمد فهمي، برضو دكتور محمد فهمي مرشد زميل، اللي حبيت اشكرهم في بدايه المحاضره. عشان نفهم حاجة مهمة أخوانا في المعابد البطلمية الرومانية، هنبدأ بجملة بسيطة ممكن تبدأها في شرحك لو أنت بدأت مثلا النايل كروز بتاعك من الأقصر، وبدأت حديثك في معبد الأقصر بالأخص قدام مقصورة الإسكندر الأكبر. يعني أنت وصلت لمرحلة مهمة، أنت شرحت الكرنك وركزنا على الكرنك عمارة أكثر من هو مناظر، وبعد كده دخلنا معبد الأقصر واتكلمنا عن رمسيس الثاني، واتكلمنا عن الحطب الثالث وإخناتون والتهشير والصراع الأتوني الأموني، بعد كده عبادة الأباطرة، دخلنا بعد صلاة التقدمات على الإسكندر الأكبر. هتقول كلمة أو جملة مهمة أنا بستخدمها في شرحي في 2005، مستر بريزيدنت باراك أوباما رئيس أمريكا شخصياً لما نوى يقدم نفسه للعالم بالذات الشرق الاوسط، اختار مصر لدور مصر كبير في الشرق الاوسط وتاثيرها الكبير. وجانا باراك اوباما وزار مصر وعمل الزيارات، واختار جامعه القاهره طبعا علشان يكون الملتقى، علشان الناس يكون ايدوكيتد، وبدا حديثه بجمله مهمه: السلام عليكم ورحمه الله. طبعا الناس كلها قامت وسقفت وفرحت رئيس امريكا الجديد اللي اتكلم نطق جمله عربي، قال السلام عليكم ورحمه الله، والابتسامه الحلوه بتاعته. المهمه اللي هو جاي يعملها هو لخصها في استقبال الناس ورد فعل الناس بعد ما قال الجمله دي، معناه هي ستولن هارتس اند مايندز، يعني ايه؟ سرق القلوب والعقول، الافئده برضه دي معنى ايه؟ عقل، يعني سرق المصريين والعرب والشرق الاوسطيين والناس المتعلمين، وكلهم قاموا ايه سقفوا باراك اوباما، قال لك راجل محترم وراجل زين، ونبشر وبشرة خير ان احنا الراجل ده هيكون كويس ان شاء الله ومستقبلنا معاه كويس. نفس الفكره عملها نابليون بونابرت، وصل لميناء اسكندريه والناس والثوار والناس الوطنيين جايين لنابليون بونابرت بيقولوا له ايه؟ طبعا عايزين يطردوه والزعامه الشعبيه والكلام ده، قال لهم تعالوا ايه يا شباب نقعد مع بعض، وجمع الجماعه العلماء وعلماء الازهر عمر مكرم والجماعه دول، قال لهم انا جاي هنا مصر علشان معايا السكولرز الجماعه دول جايين ندرس مصر ونتبادل ثقافيا ونعمل حاجات حلوه مع بعض. قعدوا معاه صدقوه، قال لهم طب الاسطول الكبير بتاعك ده، قال لهم ضد الانجليز، انا جاي العدو الاساسي بتاعي مش انتوا مصريين، دول الانجليز. قعد معاهم قال لهم الكلمتين دول، طبعا ايه برضه نفس الكلام ونفس المخطط اللي عمله. محمد علي باشا الراجل تاجر الدخان الكبير اللي يعمل مع الجيش التركي، طبعا هو الباني،
تابع والتحق بالجيش التركي وقاعد مع الناس وتقول لهم انا راجل زيكم فقير وعصامي وبنيت نفسي بنفسي وحنعمل حاجات حلوه والمصريين بس انتوا لو تتابعوني وتهودوا الكلام هنعملوا حاجات حلوه مع بعض. طبعا ايه نصبوه غصبا عن الوالي العثماني وطبعا نفس الكلام سرق العبور والبنود. الاسكندر الاكبر لما جاء مصر كان 232 وكان في مصر الاحتلال الفارسي الثاني اللي هو 345 قبل الميلاد لحد 332 بفتح الاسكندر الاكبر لمصر. يعني الاحتلال الفارسي الثاني الاسره 30 او الاسره 30 استمر 13 سنه 245 قبل الميلاد حتى دخول الاسكندر 232 والاحتلال الفارسي الاول كان في الاسره 27. الاسكندر طبعا ده تلميذ مين؟ ارسطو. كان بيوصيه وكلمه كتير عن مصر ويعرف طبيعه المصريين والمنتاليتي بتاعه المصريين ان شباب الناس المصريين دول بيحترموا احترام كبير اللي بيحترم العادات والتقاليد والديانه والممارسات الدينيه اللي بيأدوها. الاسكندر الاكبر لما دخل مصر غير الاحداث بتاعه الفيضان وجفاف الفيضان وكان جماعه الفرس والمحاصره والمصريين ساعدوه دخل معبد بتاح في منف وقال لك فين معبد بتاح قدم له قرابين وعارف معلومات كتير عن بتاح وسخمه ونفرتوم والديانه والطقوس وايه الكهنه اعجبوا بيه. قال لهم يا اخوانا ودوني على معبد الوحي في سيوه علشان انا امي حلمت ان امون هو وانا بحس نفسي ان انا مصري زيكم والكلام تمام والكهنه ايه انتهزوها فرصه واحد جاي مخلص وناس هترجع شغلها تاني الجماعه الكهنه طبعا وراح قالوا لك انت ابن امون. وبنى مقصوره في الواحات وزار معبد سيوه واليوم هنا في الكرنك بنوا له مقصوره جنب الاخ منو ومقصوره في معبد الاقصر لما شال الاربع اعمده بتاعت القطب الثالث وبنى المقصوره باسم الاسكندر الاكبر على اساس ان هو ملك مصري ولبس اللبس المصري يعني بنقول عليها ايجيبشنايز تمصر يعني الراجل المسودوني المقدوني اصبح فرعون بمعنى مع الرغم ان الاسكندر الاكبر ما زارش الاقصر يعني بنوه مقصوره باسمه في الكرنك والاقصر. الكلام حلو جميل طبعا علشان هو عرف ان الجولدن كي لحكم مصر هو من خلال المعابد والديانه ورجال الدين هم اللي هيساعدوه عشان هيعملوا له البروباجندا. هو ده ابن الاله وعايز يسكته على الحاكم فده المفتاح اللي احنا هنجرى منه احداث السبب بناء المعابد المصريه في العصرين البطلمي والروماني. هنوصل لحته مهمه خلاص عرفنا ان الجولدن كي لحكم مصر هو عن طريق كهنه المعابد وبالاخص الاقصر العاصمه الدينيه والباور اللي بيقول عليها الانجليش تايكون. تايكون يعني باور اند ويلث داس جيلت اون دي ماخت السلطه والمال تمام. التايكون دول هم رجال الدين اللي هم بياخدوا نسبه 20% من الناشونال انكم. لازم تقول الكلام ده للجست عشان الجست الاوروبي اقتصادي راجل بيفكر بالاقتصاد والعمله ايه المعابد دي وايه شكلها مش دين بس مش داخل بس حاجه فيها دين وثالوث طيبة ونوع الدلوش زبون والاله منتو كان الاله المحلي ويحرق البخور كل الكلام ده يا اخواننا المفروض في الارشاد يتغير. انت لازم تخاطب الجست اللي جاي معاك تتكلم من نواحي اقتصاديه سياسيه عادات تقاليد اجتماع حياه معاصره لايف ستايل الوير ستايل بتاع الناس كل الكلام ده المفروض انت تتكلم عنه. زي الجماعه الالمانيه بيقول لك لا لاندسون لايك يعني كل الحياه اللي انت بتشوفها في حواليك تقعد تشرحها غير المعاد. تمام. وصلنا ما بعد الاسكندر نفس النهج اللي انتهجه البطالمه الاوائل بطليموس الاول الثاني الثالث الرابع. جينا عند بعد الرابع والخامس حصلت حرب سوريه. الجماعه البطالمه من اول ما دخلوا مصر منع تجنيد المصريين. منعنا ايه؟ تجنيد المصري. ما فيش جندي مصري في الجيش بتاع البلد. ليه؟ دي سياسه اليونانيين لان هم بتاعين حروب وجيش وقال لك نمنع تجنيد الناس دي واحنا نتحكم في البلد هم اللي معاهم القوه. اي حد تاني عشان من الاخر ما يحصلش عليهم انقلابات. لو في وطنيين هيحصل انقلابات. تمام؟ جاء الراجل بيحارب السوريين استعان
بالمصريين لأول مرة في الجيش المصري. الجماعة رجعوا بعد ما انتصروا قال لك يا عم إيه ده؟ ده إحنا نقدر، نحن نستطيع، وي كان. إزاي يا عمي؟ ده إحنا مدربين وعملنا إيه حرب حلوة، فإحنا يا باشا نستقل، نعزل الصعيد عن الجماعة أولاد الذين اللي في اسكندرية القصر الملكي اللي بياخد الثروات بتاعت البلد، إحنا بنبعت له دايماً إيه؟ كل القرابين والنزور والمحاصيل وكل رايح وين؟ رايح على اسكندريه. واحنا نستفيد ونعزل البلد ونستقل. دول مين اللي قاد الثوره دي؟ كهنه امون في الكرنك. دول مصادر القوه. مصادر القوه في البلد الكهنه. قال لك احنا نستقل ونعزلهم. جاب الطيبوس الخامس راح بعت لهم ايه؟ حمله عسكريه واعدمهم. وبيجي الجيل الجديد يسمع الكلام وخاف طبعا من بطش البطالمه الاقوياء وهكذا. من هذه النقطه القصر الملكي في اسكندريه فطن لحته حلوه، حته مهمه هي نقطه التحول. الكرنك كان مكان مهم للتحكمات بتاعت الكهنه وقراراتهم والقرارات السياسيه، والقصر الملكي علاقته مباشره ان هم بيجمعوا كل خيرات الاقاليم اللي في مصر بتصب في خزينه الكرنك، ومن خزينه الكرنك لخزينه اسكندريه للجماعه الحكام. قال لك احنا نعمل ديسمبرنج، احنا نقسم الثروات دي ونشيل نشد السجادة أو البساط اللي تحت الجماعة بتاع الكهنة وناخد منهم مفاتيح القوة والزمام الأمور. نعمل حركة جميلة، نروح في كل الأقاليم المصرية المهمة اللي فيها خيرات وأراضي زراعية وبالأخص الصعيد، لأن الصعيد أخواننا كان عبارة عن دلتا مصر، هو كل الزراعات والمنتجات المهمة اللي موجودة، كل الخير بتاع الأراضي الزراعية كان موجود هنا في الصعيد وبالأخص من جنا لحد ما توصل أسوان. يعني ايه جنا؟ كل الاراضي الزراعيه اللي انت بتشوفها حاليا في جنا والاراضي اللي في جوص، وبعد كده تدخل على النواحي بتاعت لوكسور وارمنت اسنا ادفو كومومبو ولحد مشارف اسوان، دي كلها اراضي زراعيه كبيره ومساحات من الرقعه الزراعيه الكبيره، لان كان في الدلتا مفيش زراعه لان كان كلها عباره عن احراش. عشان كده علامه العنخ، الناس اللي بتشرح علامه العنخ اخواننا بيقول لك ايه؟ هما ده النيل وفرعين النيل. زمان النيل كان ليه 7 فروع. يبقى معلومة علامة العنخ بتمثل الدلتا ووادي النيل غلط، تمام؟ لأن زمان ما كانش كده الشكل بتاع نهر النيل والدلتا بتاعت النيل. فقال لك إيه؟ نعمل نقسم الثروات، نبني في كل مدينة محلية وإقليم كان فيه عبارة عن معبد صغير، شراين صغير، نبني فيها معبد، وكل الأهالي بالقرب من المعبد يجيبوا تقدمات النزور لهذه النقطة. وكل مكان من الأماكن دي نبدأها، مثلا معبد دندرة، بعد كده شنهور، بعد كده في قلب الكرنك نفسه اتبنت معابد في العصر البطلمي، بعد كده وبعد الروماني، بعد كده إسنا، بعد كده إدفو، بعد كده كومومبو، بعد كده وصلنا الفانتير، بعد كده فيلا، بعد كده كلابشة. وانت رايح دايما جنوبا فعدد من المعابد تم بناؤه من مقاصير او معابد صغيرة تحولت الى معابد كبيرة، وكل مكان من الاماكن دي الناس اللي حواليه بكل الزراعات وكل الاملاك وكل الخيرات بتاعت الارض وكل الانشطة اللي موجودة في المكان تصب في خزينة هذا المعبد. ومن هذه النقطة كل معبد مطلوب منه تحقيق تارجت، التارجت ده لازم يروح على ايه؟ اسكندريه ومن بعده روما. بدا يتباشى كده، احنا قسمنا الثروات وفتتنا القوه بتاعه كهنه امون اللي كانت بتصب في خزنه واحده اللي كان البنك المركزي الكبير، حولناها الى عدد من البنوك، والبنوك دي بتبعت على اسكندريه ومن بعدها روما. فدي النقطه اللي انا حابب ببدا بيها المحاضره. ليه؟ معبد كومومبو في الشكل اللي انت بتشوفه حاليا بيقول لك عصر بطلمي روماني، معبد ادفو عصر بطلمي صرف، ليه معبد فيلا في العصر البطلمي الروماني، وكل ما تروح معبد يقول لك ايه؟
لا لا، على فكرة معبد إسنا ترجع أساساته إلى عصر تحتمس الثالث، لأن في نص مذكور على العمود وعلى الهدى يعني ده قصة 18. تروح معبد إدفو تقول لك إيه تحتمس وحتشبسوت، لأن الأنشطة المعمارية بتاعت حتشبسوت وتحتمس كتيرة في الأماكن دي، لكن دي حفاية جديدة تقول لك لا لا ده في ملك في أسرة 17. لا 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 لا، البعثة بتاعت شيكاغو في إدفو، طبعا لما شرحنا إدفو يقول لك ليديو ورش لصناعة الذهب وصب وصهر الذهب من الأسرة الخامسة من جدكا راعي سيسي ملك بتاع الأسرة الخامسة. إذا احنا معبد إدفو أرجعناه إن كان في حياة وأنشطة موجودة من الأسرة الخامسة. تروح معبد كومومبو الجديد اللي احنا هنتكلم عليه يرجع للأسرة الخامسة، بالرغم إن الكتب كانت كاتبة بقول لك إيه تحتمس وحتشبسوت، وبعد كده الفيرجن اللي موجودة قدامنا عصر بطلمي رومان. وهكذا. فاذا كل معبد انت هتروح تزوره من معابد البنيه في العصر الراي للبطلمي الروماني يرجع اساساتها واساسات المعبد زي دندره زي ادفو كومومبو كله ده لاصل. حتى معبد فيلا لو انت رحت جنوبا يعني بص اخر المعبد من ورا في متحف مفتوح هتلقى بسماتيك وطهرقة لي ويسرى 25 و26 ونختنبو بنيين في المكان، يعني مش معنى عصر بطلمي الروماني بس، في اماكن كتير. المهم نبدا شرحنا، احنا بدأنا دلوقتي عرفنا ليه المعابد اتبنت وليه الجماعة سياسة البطالمة تحولت من ان هم كانوا اللي هي الدجاجة التي تبيض زهرة في البنك المركزي وفتت الثروات، وكمان عمل ايه حتى نقطة مهمة تغيير الديانة المصرية القديمة. طبعا كانت من زمان الديانة الرعوية نظرية عين شمس نظرية منف عين بتاح، بعد كده جاء أمون من الدولة الوسطى وسيطر في الدولة الحديثة طبعا بعد انتصار الهسوس انتصار المصريين على الهسوس تحت لواء أمون. بعد كده في العصر المتأخر جاء عندنا في البطالمة راح أوجدوا عبادة أوزيريس. يبقى دلوقتي هم كمان ايه مش بس عملوا الحركة بتاعت البناء دي بتاعت المعابد عشان الناس تبعت لهم وتفتت القوة بتاعت السيطرة كانت أمون، عمل حاجة تاني غير الديانة ونهج الديانة اللي هي تحولت الديانة الأوزيرية. وطبعا أوزير هنا لما الناس بتعين أمون بيخاطبوا الشعب إن أمون الخفي اللي بيشوفك ما تشوفهاش، لكن أوزير ده الراجل الطيب اللي أخوه قتله، الراجل اللي اتظلم، الراجل اللي عانى. أوزيريس ده اللي بيمثل الخير فينا، وكل طموح اي بني ادم يعمل الخير عشان يروح الجنه ويلحق بجنه وزير، يبقى بيخاطب الشعب اكتر ما بيخاطب الكهنه. فعمل الحاجات اللي احنا بنقول عليها، راح كرس معبد حقور ومرات حورس، كرس معبد ايزيس حتى الاسطوره بتاع ايزيس وزيريس اللي هو مفروض في ابيدوس طبقا للاسطوره ان الناس بدات تتوافد على ابيدوس وعمل زحمه وزيريس ما كانش نايم مرتاح في طرقته، راح قال لك ايه الاسطوره الحدايه حدايتين يعني حدايه وجوز الحدايه وزيريس والحدايه ايزيس سابوا البلد في ابيدوس وراحوا هاجروا على الجزيرتين اللي هم في فيلا وبيجا بتاعت وزيريس وايزيس وبلد هناك، واللي عايز يروح يزورهم يروح هناك. فحول نقطه مهمه في العصور في الاسره 25 و26. فكل الكلام ده اي سبب او نشاط معماري وراه فكر ومعنى سياسي اكتر من هو دين. يبقى سبب المحرك الاساسي لبناء المعابد مش هو الدين، هو السياسة والاقتصاد. سياسة عشان تقدر تحكم، اقتصاد علشان تجني خيرات كتير من الاراضي والخيرات بتاعت البلد عشان تسكن. ندخل في المعبد بتاعنا كومون، كلنا عارفين كلمة كوم طبعا اللي هي الاماون اللي هو يعني كوم التراب، طبعا مدينة اثرية نتيجة فيضان نهر النيل والتعرجات اللي موجودة هناك خلى ان في الاماكن دي كلها تتردم وعمل. انبو اللي هي جت من اصلها نبو نب او نبو اللي هو الذهب. ايه اهمية المدينة بتاعت كومومبو؟ طبعا قريبة من الجبال بتاعت كومومبو في الناحية الشرقية عن الصحراء الشرقية، الجزء الشرقي من وادي النيل في كومومبو جبال يستخرج منها الذهب. نفس الكلام جبال إدفو حتى الآن في الصحراء الشرقية موجود الذهب طبعا في أم الفواخير في القصير والطريق بتاعت القصير والحتت اللي هناك دي.
تمام؟ وجبال مرسى علم. والذهب برضو موجود معانا في النوبة. يبقى أهمية المكان أو البقعة اللي هناك أول نقطة فهمناها، ليه الناس ساكنة هناك وليه هناك هيتبني معبد؟ علشان المايننج أوف جولد، يعني إيه؟ اللي هو التعدين بتاع الذهب واستخراج معدن الذهب اللي هو مهم بالنسبة لأي حد اقتصاديا. الحاجة الثانية اتساع الرقعة الزراعية في كومومبو أدى إلى وجود كثافة سكانية. فكثافة سكانية معناها انك انت تحتاج تبني مكان عبادة علشان الناس تروح تصلي وتتعبد وتتقرب وتروح تودي القرابين. يبقى النقطتين المحورتين ليه معبد كومومبو هناك في المكان ده؟ علشان هو موجود أراضي زراعية وناس كتير، يبقى في كثافة سكانية. حتى الآن مدينة كومومبو مدينة فيها كثافة سكانية عالية، إدفو فيها مسألة كثافة سكانية عالية. فعرفنا أصل التسمية. طيب تاريخ المعبد من السياسة طبعا مش مرة واحدة، من بعد احنا قلنا من أول بطلموس الخامس وبعدين السادس حيظهر معانا وعليكم السلام، حيظهر معانا وعليكم السلام، هيظهر معانا بعد شخصية بطليموس الخامس والحركة اللي احنا قلناها شخصية في 180 بي سي هو بطليموس ستة. ركز معايا في الاسم ده، ده اللي بدأ بناء معبد كومومبو. معبد كومومبو أي معبد بيتبني يا اخوانا من جوه لبره، يعني قدس الأقداس اللي موجود وما يتقدم قدس الأقداس، حتى النص اللي هو بتاع بعبع الخبيت اللي هنشرحه بتاع حورس الست اللي بتولد دي بطليموس ستة، ولغاية اللي بيقول عليها الكاليندر وهتصلحها. لما معبد كومومبو اخوانا في حاجات كتير هتتصلح دلوقتي، وننزل على بعد السادس هيجي الثامن، بعد الثامن هيجي التاسع، بعد التاسع هيجي ال 12 ابو كليوباترا اللي هو، وبعد كده الجماعه الرومان اللي قدام الاعمده اللي هي منشاله، ومن ورا المعبد في اخر نصوص في العصر الروماني. يبقى تاريخ المعبد من 180 قبل الميلاد بطليموس 6، واخر نص موجود في المعبد سنه 217 اي دي after date of the birth يعني ميلادية. 180 قبل الميلاد زائد المعبد اتبنى او تاريخ اللي شايف الفيرجن اللي انت شايفها دي من كام؟ من 180 قبل الميلاد لحد 217، يبقى التوتال المده اللي اتبنى فيها المعبد 397 سنه. يعني تقدر تقول معبد كومومبو اللي انت شايفه from A to Z 400 سنة. 397 احنا 180 زاد اهو 7 تنزل 8 و1 9 1 و2 3 ب 397. يبقى انت تتكلم كلام علمي دلوقتي. كل المعلومة اللي انت قريتها اتبنى في 400 سنة، عرفنا ال 400 سنة جت من فين؟ 180 زاد 217. الراجل ده اسمه ايه؟ ماركونيوس. ماركونيوس صح كده عبده؟ ماركيونيوس. المهم اسمه ماركيونيوس كده ماركيونيوس. الاسماء طبعا ايه ده؟ امبراطور روماني حكم مصر من سنه 217 ميلاديه لحد 222 تمام. ده بعد كاراكالا وسبتيموس سيفيروس. سبتيموس سيفيروس 193، وبعدين عياله كاراكالا وجيتا والخناجات بتاعتهم، وده جه بعديهم في واحد تاني حكم مده بسيطه، وده جه 217 القرن الثالث ميلادي. يبقى المعبد استمر لحد القرن الثالث الميلادي، يعني الناحيه الاخيره اللي ورا. في حتى في نقوش مش مكتمله اللي هي بعد المنظر اللي هو بتاع اللي بيقولوا عليه جسمة المعبد اللي هنصلحه الشرقيه كده شويه، هتلقى اخر واحد امبراطور روماني اللي هو 217. طيب الحفاير في الفتره الاخيره بالذات من 2018 دلتنا على احداث او تايم لاين للمعبد. معلومة جديدة. قال لك ليبيو بلوك يحمل اسم تيتي شيري الجدة المشهورة في القصة 17 اللي ساهمت في كفاح شعب ديبا وكانت بتشجع الأمراء أحمس وكاموس وجوزها سيكمن را. تيتي شيري دي كان مكرس ليها حاجة هناك وموجود اسمها زي ما موجود في أرمنت معبد أرمنت وموجود في الكرنك على ما أعتقد. تيتي شيري في القصة 17 زمان كانوا يقولوا إيه؟ تحط مصحتش بصوت أسرة 18 من بعض الدلائل الأثرية والشواهد الأثرية. جاء جماعة بهم وشغالين رح يلاقيوا أنشطة
لصب الذهب وصهر الذهب من أسرة كاف، أسرة خمسة. ده الجديد بقى، يبقى معبد كومومبو يرجع أساساته وبناؤه من أسرة كاف. الكلام ده أخوانا مش شرط إنك أنت هتروح تقول لكل الزباين، لكن ده ساعات بيكون معاك ناس متخصصة عشان تفهم، وعشان تفهم برضو المعبد اتبنى يعني تاريخه إيه. لو حد اتناقش معاك بالذات الجماعة اللي شغالين فرنساوي وشغالين ذهبيات أو شغال ألماني، تمام؟ طبعا أنا مش هقدر نقول كل، بس أنا بفهمك استفيد من المعلومات علشان في يوم من الأيام ممكن تحتاجها. تمام؟ يبقى من أسر كاف زي ما احنا برضو في كتفو من جد كراعي سيسو أسرة خمسة. كده احنا واخدين التايم لاين من أسر كاف أسرة خمسة اللي هو موجود عندنا في معبد الطوط. من أقدم الآثار الموجودة في معبد الطوط أسر كاف أسرة خمسة. اللي تمثال راس تمثال مشهورة. لحد 2017 وكمان في كنيسة بلد في القرن السادس او السابع الميلادي جنب البير، وهنوريك الشواهد الاثريه لبعض الصلبان اللي داخل المعبد، لان هو معبد كان مردوم ومكنون في التراب. اشهر حاجات بتتكلم عن معبد كومومبو طبعا عندنا كتاب مهم اللي هو ديفيد روبرتس. ديفيد روبرتس بيتكلم 1839 معبد كومومبو كان بالشكل ده. عارفين الصورة بتاعت ايه معبد كومومبو اللي احنا خد البلان بتاع المعبد. الله، تمام. ليه مش عارف الصور مش بتفتح؟ المهم هي الصورة تقريبا باينة هنا. عندنا منظر لمعبد كومومبو ودي اصل التسمية. وفي بلوك هنا جنب البير جزء صغير من اسم بسماتيك. انا بديك برضو بمشيك تايم لاين يعني بتتأرخ اسرة 26. وبعد كده بيدينا السواليس بتاعة مش مهم انك انت تحفظ اسمهم، سوبكرا وحرور اللي هم الثلاثين بتاعين المعبد في البلدين الجديدة. لكن عشان نفهم ونصلح معلومة مهمة اخواننا، ان معبد كومومبو المكرس اساسا زمان من ايام اعتبر من أسرة كاف وأسرة 18، وكانت المعلومة القديمة إن كان المعبد مكرس لإله واحد اللي هو سوبكرا. وخلي بالك اسمه سوبكرا التمساح. مش كل أخواننا اللي أنت بتسمعه أو بتطبقه زي ما احنا عارفين الديانة، الديانة متغيرة. سوبك هو التمساح. لو فصلنا اسمه اسبك الذي يسهل الولادة، هو إله فقولة وخصوبة عند المصري القديم. عندنا منطقة كومومبو، نهر النيل طبعا جاي من الجنوب وجاء عند كومومبو، عمل تعرجات بالشكل اللي انت شايفه ده في الخريطة. التماسيح ما قبل الفيضان الكرنت جاي دفعها بقوة وسرعة. فالتمساح في منطقة كومومبو ومنطقة أرمان وفي الفيوم فيها مناطق تعرجات في النيل، سرعة التيار بتهدى، فالتماسيح بتلقى فرصة إنها تطلع بره المية. طبعاً بعد انتهاء موسم الزراعة وموسم الحصاد الفلاحين نصبين الخيام بتاعتهم والأكواخ في المقدمة، تمام؟ يروح التمساح قبل الفيضان بفترة، يروح طالع من المية في المنطقة دي. السكان الموجودين هنا يروح ايه؟ راجعين لورا. يقعد يرجع لورا. طبعاً عشان يعمل ايه؟ السيفتي، منطقة الأمان أو مسافة الأمان من التماسيح اللي هي ممكن تتهمه. فكل ما التماسيح تطلع برا الناس تفرح. ليه تفرح؟ علشان المنطقة بتاعت اللي هو عندها التمساح منطقة دفن البيض بتاعه في الرملة. علشان بيدور على شط في رملة. تمام، ساندي بيتش. طبيعي ورباني كده التمساح يدفن البيض بتاعه في المنطقة اللي حيوصل ليها الفيضان. يعني قبل قدوم الفيضان نفسه التماسيح بتدفن البيض بتاعها في النقطة دي. الناس تروح بتبعد، هي كل ما تشوف التماسيح بتيجي عليهم تفرح أكتر، لأن ده معناه إن السنة الجاية هيزرع أعراض كتير وخير كتير هيجي البلد. فراح وصفوه هو the god of prosperity، the god of flood, the god of fertility. يعني ايه؟ هو اله الخصوبة والنماء والاستقرار والاستابيليتي. كل الحاجات دي وصفوها. فاذا
سبب بناء معبد في كومومبو للإله صوب الكراع في الأساس والبداية علشان حاجة خير فيه مش شر، عشان ما تخلطش الأمور. الشر فيما بعد تبقى للأسطورة الأزرية، التمساح أخواننا ده ضار ونافع، التعابين ضار ونافع، الإله ست في الأسطورة بتاعت راع ورحلة الشمس إله خير، ما تخلطش الأمور. الدين اختلف زي في عقد تفاصيل في الديانة المسيحية غير اليهودية، غير في تضاربات وفي اختلافات، فهي نفس الكلام. الفكر الديني في مصر لما ننظر للتمساح في الديانة الرعوية ده إله بيساعد، التمساح بيساعد، التعبان فيه خير، فبينظر على نظرة الدوالتي الازدواجية، المعايير بتاعت مصر القديم، مع انه ضار بس هو برضه نافع لانه هو بينبئنا بالفيضان ويتنبأ بالفيضان. فاذا سبب انشاء وبناء معبد كومومبو في هذا المكان من الاساس عباده لاله خير. ايش السبب بتاعه؟ بيجيب خير ونماء وخصوبه ويتنبأ اليوم بالفيضان وفرحانين به. جينا في فتره قال لك ايه؟ جابوا الاله حرور واشركوه مع المعبد، عشان كده المعبد ليه اثنين ثالوث. يعني لو رجعنا للصوره دي اهو، الثالوث بتاعنا القدس اقداس لصوب الكراع، والقدس الاقداس الثاني الحرور. الحرور ده اخوان اسمه حورس الكبير، تبقى للاسطوره هو اخ خامس لايزيس وزريس ونفتيس وست، ويعتبر ابن رع، لان الاساس بتاعهم ايه؟ نظريه الخلق الكبيره، بيبدا كله ليه اباؤه رع، حتى صوبك نفسه بيقول لك ايه؟ ابوه رع. والقصه دي يبقى صوبك رع وخنوم رع، دايما بيضيف كلمه رع للالهه دي، ما تقدرش تقول صوبك بس في المعبد، صوبك رع، تمام؟ وكل واحد ليه ست وابنها الثالوث، فكره الثالوث. فجينا عملنا القصه دي، كل الناس جت في العصر البطلمي الروماني قال لك اضافوا حرور، لكن الابحاث الجديده على اقل تقدير بيقول لك من عصر رمسيس الثاني اشرك الاله حرور، تمام؟ مع سبك. فبقى الاثنين مشاركين في المعبد من عصر الدوره الحديثه تقريبا من عصر رمسيس الثاني، مش بس عصر البطلمي. المهم قصه الصحراء والاله خير واله شرير، كل ده باشا كله كلام عفى عليه الزمن وتصلح طبقا للنصوص بتاعت المعبد والحاجات الجديده في المعبد. هنمشي مش عارف انا دي عملت ايه. المهم خلينا في المناظر. الصاله الاولى، هنشرح دلوقتي المعبد، الصاله الاولى من المعبد اللي هي في العصر الروماني طبعا كلها متشاله، اللي هي دي اللي انا بشاور عليها السهم هنا، ده كل ايه؟ جماعه الرومان كلهم موجودين طبعا في كاراكالا وديتا وتراجان واسماء كتير في المعبد، تمام؟ وجينا في الماميزي هنا، ده بره، ده حاجه تاني عصر بطلمي. بعدين في النقطه دي طبعا كل المعابد البطلميه تلقى الختم اللي هو بطليموس ال 12 او كل من بطليموس ال 13 و 14 كيلومترا السبعه، عشان نعرف التاريخ البطلمي يا اخوانا. المعلومه لو غايبه عندك، عندنا 15 بطليموس من بطليموس الاول حتى ال 15، ال 15 هو سيزيريان قيصروري في كيلوباترا اللي موجود المنظر بتاعه في دندره، عشان كده اسمه بطليموس، هو ده بطليموس ال 15. ال 12 ده ابو كل من ال 13 وال 14 وكيلومترا السبعه، تمام؟ ده التاريخ لو انت عايز تعرف التاريخ بتاع الناس دي. فبطليموس ال 12 يتصدر كل المشاهد بتاعت المعابد البطلميه الرومانيه، هتلقاه في دندره، هتلقاه في وشك على طول المنظر بتاعه في ادفو، هتلقاه اول ما تدخل بعد الاصاله الرومانيه هو بطليموس ال 12 اللي بيطول و و و. فبطليموس ال 12 ده ملك حكم تقريبا لحد 57، لا من 57، لانه حكم فترتين، حكم فترتين، فترة نفو لسوريا وبعدين رجع للحكم 57 لحد 50 قبل الميلاد، اللي هي مسك الكيلومترا وكان في صراع بين اخواتها وقابلت الراجل سيزر الكبير ولفت نفسها في السجادة ورحلة نيلية وحملت منه، والقصة دي حكمت من 7 من 50 قبل الميلاد حتى 31، فالكيلومترا حكمت 19، فترة صراعات ال 19 سنة مش كلها ثابتة. والراجل ده في الفترة الثانية لما رجع من 57 قبل الميلاد لحد ما مات في سنة 50 وخلفت الحكم بتاعه كيلوباترا السبعة. المهم بطليموس ال 12 هيظهر معانا في المشاهد.
انا مش عارف اهو ظهر الديسكالوس اول ده في منظر هنا على ايدك الشمال المنظر التطهير يعني انت قدامك المعبد في منظر التداخلات دي سببها العلمي ان بطليموس ال 12 بعد ما رجع يحكم مصر بدا يعدل في الالقاب بتاعته فعشان كده حصل تداخلات واخواننا دي حاجه وارده معاك ممكن الزبون بتاعك بالذات بتاع الذهبيه اللي بياخد وقت كبير يروح يصور في المعبد ويجيب لك الصوره دي ويقول لك ليه في تداخلات في النصوص هنا النص كان عباره عن كلمه صارع صارع بتتكتب بالبطله وراع جاي عايز يضيف لقب نبخعوب راح شال جسم البطله دي وراح عوض البطه كل المساحه اللي واخدها البطه دي عملها كلمه بيضه الصار وحتى راح هنا راح عدلها عشان القاعده فكلمة صا البيضة معناها ابن وادي راع صارع فالتعديل اللي في المعبد ده سببه بطليموس ال 12 بعد ما رجع لان وارد يجي لك جست فاهم تاريخ بطلمي الروماني وقاري كويس في البطلمي الروماني بيحصل فاذا التعديل اللي انت هتشوفه على ايدك الشمال اضرب فرصه لحرام الفيديو صغير ريد عشان اوريك مكانها فين فصارع في تعديل ومش بس كده في تعديلات كتير هتلقاها في ظهر الحيطه اللي فيها اشهر منظر كده احنا هندخل المعبد بس احنا داخلين المعبد احنا وداخلين المعبد دايما الزبون بيسال وانا شفت كتير ناس بتسال وسيلتني وسيلت موجودين زمايلنا تلقاها في هابو دايما في البوابات اسمها اخوانا دي اسمها علامات تزيينيه بتتجري كالاتي عنخ واص نب واص واحده بس اللي بتتجري بس هو عشان جمال الشكل بيديك بتشوف تقدر تقول واسطي مش هتعمل واسطي هي واص واحده بتتجري كالاتي عنخ واص نب العلامة دي معناها حياة وسلطة كل وكل هنا ايه ادفيرب اللي هو ايه مش معناها رورد هنا معناها كل يبقى كل الحياة والسلطة يعني ايه ربنا يديك طول العمر وتحكمنا وتعيش يبقى دعوة للملك طبعا هيلعب فيها المصري القديم بيعمل ايه علامة العنف ليها دراعين هتلقاها في هابو فدايما الجست بيسأل عليها انت وداخل فمعنى الجملة دي دعوات كتابات تزيينيه هتلقاها في مداخل ادفو كومومبو هابو في كل مكان فبتجري عن خواص نب تمام؟ انا شكلي لازم اصبر عليها صح؟ غير الصيغه مش عارف عندك صيغه ثانيه انت؟ لا ده اللابتوب النقابه مش بتاعي مش عارف تمام حتى الاله ده الاله ده حح حح بتاع اللي هو الملايين الملايين علامه المليون حح ولا نحح نحح في حح الأبدية ده نحح 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 اللي هو ماسك في ايده جريدة عشان دي برضه هنشوفها في المنظر بتاع 2 كيلو باتر دي عبارة عن جريدة منزوعة الخوص الجريدة بعد ما تشيل الورق بتاعها والخوص بتاعها بيفضل ندبات عددها كتير في مصر القديم رمز للسين تمام وبعدين راح عمل ايه جاب فوق سلة فيها الحفنو اللي هي العدد بتاع المئة ألف كلمة حفني أو حفن زي ما أقول لك حفنة من الدولارات يعني لوكة دولارات كتير تمام؟ حفن معناها عدد المئة ألف يعني كتير وهو وليد الضفدع اللي هو أبو زنيبة الجعمس اللي احنا بنلقاه في القنوات والربع يعني الناس اللي عندها عرض وفاهمة ده هو أبو زنيبة اللي ديل ده تمام؟ فرمز لعدد السنين وعلامة العنخ وعلامة اللب وادي ايه اللي هو الضفدع او ابو زنيبة اللي بنقول عليه ايه اللي معناه حفل يعني ايه مئات الالاف من السنين والاله نحح تمام العلامات التزيينية دخلنا الصالة انا مش جايب الصورة هنا بس جينا الالبوم بتاع كومومبو منظر مهم على ايدك اول ما تدخل اخوانا صاله الاعمده هتلاحظ الحيطه من فوق لون فاتح وبعد كده لون غامق اللون الغامق ده اللي هو طمي النيل يبقى حد طمي النيل عشان كده بتلقى المناظر الموجوده فيها تهشير وتدمير يعني كان القرن الرابع مع بعض القرن الرابع اما اللي تحت محفوظ وسليم علشان كان مطمور يبقى المعبد ده نفسه اتردم ما قبل القرن الرابع الميلادي 100% لأن لو هو كان
موجود في القرن الرابع الميلادي او الخامس الميلادي كان زمان المناظر دي تم تهشيرها وتدميرها. فده السبب. عشان كده احنا لما ندخل المعبد هنلقى فيه الوان فاتحه والوان غامقه، وعلشان كده المنظر الشهير اللي انت بتشوفه انت داخل على اليمين اللي هو التتويج قدام صبك، وتلقى الالهتين فصلة. حد يقدر الراجل؟ فاذا هتلقى ايه منظر التتويج بتاع صبك. وعلى الحيطه الثانيه في منظر مشهور، افتح النور. المنظر الشهير اللي هو ده، المنظر الشهير اللي هو قدامنا بتاع الملك بطليموس ال 12 ده 12 ظهر الحيطه اللي هو فيه مين؟ الهه، عدد من الالهه. ده بطليموس ال 12 بيتوج بواسطة الإلهة إيزيس. النص بيقول جد ميدو إين آسد، لو قلبوا أدي بيستخبت أنثى الأسد الموجودة في المنظر دي إيزيس، لأن النص بيقول لك آسد. بعد كده الإلهة دي اسمها نوت، إلهة السماء، ودي لها علاقة إن نوت أم أوزير، والملك اللي معانا ده هو ابن نوت، جد نوت مش هم أبناء أوزيريس و و فإذا عندنا نود، يبقى إيزيس ونود في المنظر والمشهد اللي قدامنا. بعد كده جحوتي، جحوتي واضح لينا كلنا، تمام؟ يبقى جحوتي نود، تمام؟ يبقى جحوتي نود الملك، إيزيس اللي على شكل أنثى الأسد. بعد كده حورس، وعرفناه حورس نفسه علشان النص فوقيه بيقول لك جد ميدو إين حرصا آسد، حورس ابن إيزيس، حدد لك المعنى. وتفرق بين حورس ابن إيزيس وحورس الكبير بحاجتين، حورس ابن إيزيس بالدبل كراون، الثاني هتلقاه وايت كراون. الحاجة الثانية في النص الهيروغليفي خلاص عرفناها صا إيز آسد ابن إيزيس، الثاني هتلقى حر علامة الحر، راجل عامل كده وماسك عصاية. دي الحاجات بتاعت الإرشاد يا اخوان. ليه انت بتقول كده؟ بتقول له عشان هو كبير في، بس ما يكونش معاك زباين كبيره في السن عشان ما يزعلش منه، خلي عندك سنس، تمام؟ فتروح ايه؟ تقول للراجل الكبير في السن هو حر وير ماسك عصايه. فده ايه؟ حته ارشاديه بتضيفها للجست بتاعك، تقول له بص حر الكبير، حر وير يعني حورس الكبير اللي في النص هتلاقيه ماسك عصايه دايما وتشاور مثلا بالليزر. دول منظرين مهمين في الصاله الاولى من عصر بطليموس ال 12. حقيقي يعني انت كده إيزيس وتشرح واحد منهم، كفايه انك انت تشرح له على اليمين او الشمال على حسب الزحمه، تمام؟ لو انت في المنظر اللي عليه لك الشمال، يعني انت دخلت على اليمين واديت ضهرك كده بتاع صبك والالهتين اللي بيتوجوا واجد ونخبت، بعد كده في ضهرك في منظر ملك بيعمل كده اللي هو هنشوف المنظر بتاعه لما يجي، اللي هو عباره عن ملح النترول، بيرمي ملح النترول. ملح النترول ده تطهير، تطهير للمعبد. المناظر لو انت جيت تتبعتها اسمها الفاونديشن سينز اللي انت بتشرحها افضل مكان في معبد تدفو بطليموس الرابع الصاله الثانيه، فما فيش داعي انك انت تشرح المنظر ده. المنظر ده يسويه في ادفو عند اوضه الريحه بتاعت ادفو، هتلقى الملك بيعمل كده في حبيبات نازله كده ذرات اللي هي ملح النترول. ملح النترول ده يا اخوانا اسمه منظر تطهير للمعبد، منظر التطهير لطرد الارواح الشريره، يعني تطهير يعني بطرد الارواح الشريره، زي ما احنا عندنا في البيوت بعد ما تكنس البيت وتمسح البيت ميه ملح وتروح رشش ملح في الاركان، في يوم الفرح ام العريس تيجي على الكوشه وتروح بالطبق الملح وتروح رشه الملح على الناس علشان ما يحسدوش العريس والعروسه، لان الطبيعي هي لما هترش الملح على الناس كل الناس هتحمي نفسها وتحمي عينها، فاذا ايه؟ بتجنب العين. الجماعه الامريكان والاوروبيين دايما بيعمل كده ايه؟ هو ماشي معاه ذرات الملح دي ويروح نادلها كده في ظهره علشان الروح. فاذا انت وبتشرح المعلومه بتقول وين ديكم انتوا بتعملوا كده؟ هو هيجي مع نفسه بيقول لك ايه؟ عمليه طرد الارواح الشريره، فده نوع من انواع التطهير. نفس الكلام لو انت رحت الصبح بدري في وادي الملوك، من الحاجات المهمه اللي انا بشرحها بالذات يوم الثلاث لما يكون معاك سيلك تروح بدري. شفت الجماعه بتاعين الوزارات؟ حد شاف بيرشوا ميه، بيرش الملح، الملح والميه حسد وعلشان يبدا يومه ويطرد الارواح الشريره. يبقى فيه موروث وعادات لغايه دلوقتي، يبقى تطهير المنظر ده منظر تطهير بالملح. والتطهير عند المصري القديم باربع طرق، بالميه وتشبه الوضوء عند المسلمين والمعموديه في الكنيسه،
وبعد كده عندك تطهير بالبخور نفس الكلام، في الجامع بيعمل بخور وفي الكنيسه بيعمل الشوريا. وبعد كده عندك تطهير تطهير بواسطه التلاوات اللي هي ريسيتيشن. زي انت لما بتتكلم عن المنظر ده كمرشد سياحي بتحكي قصه اربع محاور بتتكلم عن التطهير، تطهير بالميه، تطهير بالملح، تطهير بالتلاوات، وتطهير بالبخور. يبقى بخور، تلاوات، ملح، احنا قلنا ايه تاني؟ ميه، بخور، تلاوات، ملح. كده هي ايه اسمه ايه؟ الارشاد. يعني انت بتدي معلومات في مكان ما كررتهاش، انت ايه كل شويه تقول لي ايه يحرك البخور، يقدم، يعمل المركب. تمام؟ الصور مش عارف وقفت ليه؟ المهم هنشرح حاجه مهمه يا اخوانا في المناظر. المناظر اللي هنتكلم عنها دلوقتي على الاعمده بتاعه كومومبو. وحصل معايا كذا مره زبون يسيب كل حاجه ويروح الشارع يقول لك ايه المنظر الموجود على العمود. طبعا القراءه الصحيحه بتاعته يا اخوانا بالهيروغليفي اسمه دوا رخيت نب، محدش يدرى ليك غلط، اسمه دوا رخيت نب، الترتيب بتاعها كده، دوا رخيت نب، مش رخيت نب دوا، لا، دوا رخيت نب، معناه كل الشعب بيتعبد، دوا معناها يتعبد، يشكر، يتعبد، يعني معناها إن إحنا بنشكر الملك ابن الإله اللي حاكمنا، يعني ده كله دعاية للملك، يعني عاش الملك ابن الإله. البركة في رئيس الجمهورية اللي بيحكمنا، اللي ايه فضى نفسه وبيحكمنا، معناها كده احنا بنشكره شكرا جزيلا ان هو حاكمنا. زي كده هو في كده معناها بيشكر الملك، فكلمة صلاة معناها شكر. فدعاء تترجمها برضو هم بيشكروه، مش عبادة مباشرة، لا هم بيشكروه. يبقى دعاء رخيت نب. في ملمح فني الجماعة الكهنة وهذا الذين حتى بعد ما عملوا لهم الحركة بتاعتهم، عمل لك قصة المميزي، عمره ما يجيب اللي بيتولد الإمبراطور، اللي بيتولد حورة، الثالث ثالوث المعبد، نفس الكلام يقول لك إيه؟ بيطلسم الحياة في المعبد، راح هنا في كومومبو وفي إسنا، ساعات في إسنا وفي كومومبو بالذات، شال اسم الملك في معبد رمسيس الثاني في أبيدوس، معبد رمسيس الثاني في سلطة الأعمدة، كاتب أسماء وألقاب الملك، دواري في نب وسر معت راع ست بن راع. رامس اسميري امن، يبقى ذكر اسم رمسيس الثاني. جاء عند الجماعه البطالمه والرومان ما ذكرش اسمائهم، كتبها كده فاضيه. وده ملمح ثاني ممكن انت تستخدمه كمرشد في تفاصيل زياده لما يكون ده. يا اخوانا الكلام ده مش بقول لك استعراض ولا اقول لك معلومه، كلمه معلومه انك انت اي حد ممكن يجمع معلومات كتير، لكن انك انت ازاي تستخدمها علشان بسبب بسيط في فايلات 8 ايام، فايلات 9 ايام، فايلات 12 يوم، المعلومات بتاعتك عشان ما تخلصش ما تشدبش في ريبورت، في مرشد، مرشد شاطر الزبون ده لاقي كده في مرشد ممتاز معلوماته قويه، ولكن كلما نتجه جنوبا كان ذهبيه، كان فايت طويل، كلما نتجه جنوبا تقل معلومات المرشد. شطب جا حرك كل البنزين في الاقصر، تمام، جاء في معبد اسنا، جاء في معابد ثانيه، ده احنا مش بنترج عليه، لا احنا بنقول لك ازاي انت ممكن يحصل معاك نفس القصه عشان ما تشطبش معلوماتك. انت لازم توظف معلومات وما تحرقش كل المناظر. يعني انا في الكرنك هنقول لهم ايه؟ معانا معبد الاقصر، وهنتكلم عن المسلات في معبد الاقصر، هنتكلم عن كذا في كذا، معركه قادش معايا انا مثلا الرمسو في قرد 2، هنكلمكم عن معركه قادش في الرمسو، معاك انت كروزه ومعاك ابو سمبل وعايز تبيع ابو سمبل، هنتكلم عن معركه، يبقى ما تحرقش معركه قادش في معبد الاقصر، ملهاش لازمه لان المناظر مش ظاهره معاك، فانت توظف المعلومه. الحاجه اللي بعد كده في المعبد هنتكلم على مقارنه بسيطه لما تلقى الالهه والالهه. دايما الالهه هم ماسكين صولجان، الالهه الذكور، والملك بيمسك الصولجان ده اللي هو الواس. الالهات بيمسكنا الواج، دي ملمح مهم وتروح تشاور على منظر الهه ماسك الواس، الاله ماسك الواس، دي من الملامح الفنيه برضو اللي انت تقدر تشرحها. عماد شفنا اللابتوب ايه قال لك؟ بصل؟ بصل بس ممكن تشوف تعالى يا صالح. المهم
بدنا نشوف الموضوع ده، هنشرح حاجه مهمه في الالبوم برضو. المنظر اللي هو ده اللي هو فيه ولاده، نص اللي بتاع بطليموس السادس اللي هو عن نتر عنخ بعبع ام خبيد. بعبع معناه المولود، وبعديه حرف الام هو حرف جر، تمام معناه، تمام معناه في المولود في خبيد. خبيد دي المدينه اللي اتولد فيها حورس في الدلتا، حتى تلقى مخصص المدينه بعد المنظر، يبقى بعبع ام خبيد اللي اتولد في الدلتا بيقصد بيه حورس، وراح جايب اسم رمسيس بطليموس السادس. معناها ده، معناها ان بطليموس السادس ده حورس اللي اتولد في الدلتا، يبقى بيرجع الملك ان هو بيمثل حورس على الارض. ده مضمون النص ان ايه، بعبع ام خبيد حورس المولود في الدلتا اللي هو بطليموس ستة. قبل المنظر ده في عندنا، انت دايما بتقول للجست بتاعك الارقام، الارقام عند المصري القديم بالشكل اللي انت شايفه ده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. جينا في علامة العشرة عمل ايه؟ الهورس شو. بعد كده علامة المية ده حبل. بعد كده الخاء اللي هي الالف النبات ده. بعد كده الجبع اللي هي العشر تلاف. بعد كده التدبل الكاول الكبة اللي هي وليد الضفدع ابو زنيبة اللي هي الحفن المية الف. بعد كده المليون اللي هو ايه؟ حح معناها مليون، تمام؟ في المكان اللي احنا نقصده دلوقتي، بعد ما انت الكلام ده يا اخوانا تعمله في المركب. ليه تعمله في المركب؟ علشان الوقت بتاع الزياره والزحمه بتاع الزياره مش كويس، وبعد كل كده كل الناس عايزه تتكدس وتشرح نفس المنظر، فانت معاك البديل الالبوم، فانت في التي تايم قبل ما تنزل المعبد تكون ايه؟ لميت الدنيا في ربع ساعه وشرحت الباك جراوند بتاعت المعبد وشرحت حاجات مهمه في المعبد واديت نبذه عن الارقام. وانت بتشرح في المركب جاب مسموح هناك؟ الارقام يا اخوانا الفيستيفال كالندر، ماشي. الفيستيفال كالندر اللي بيتكلم عليها اسمها فيستيفال كالندر دلوقتي العلماء او النشر الجديد بتاع المعبد بيقول لك دي مش قائمه اعياد للمعبد، لان قائمه الاعياد للمعبد بيكون الملك ظاهر في المنظر وبيكرس وبيدي لك تواريخ او اسماء الكلام ده، او يدي لك القرابين المقدمة والمخصصة في العيد ده. لكن النص اللي موجود هناك ناقص، الحيطة ناقصة، فجانا الجزء اللي موجود ده جدول بيتكلم عن الحاجات اللي موجودة في المعبد اللي هتكرس، مش فيستيفال كالندر أساسي، يعني بيسموها حاليا مش بيسموها قائمة أعياد، بس أنت كمرشد سميها زي ما تسميها علشان إيه، مش هنصلح كل حاجة إحنا. المهم هو جدول فيه أرقام وبيعد لك الايام، مثلا اليوم ال 22 اليوم ال 23 ثواني هنا. استاذ ناصر حتى لديك قائمه اعياد، فانا ما ليش دعوه فيهم، بس تنشر العلم الجديد. المهم فبيدي لك ايه؟ كلمه راع هنا يا اخوانا، الدايره دي معناها يوم. كلمه راع في اللغه المصريه القديمه ليها ثلاث معاني، معناها الاله راع لو جا وراه مخصص، ومعناها الشمس نفسها، ومعناها يوم. يبقى في القاموس كلمة راع لما تكتب شمس بيقول لك ايه؟ اليوم ال 22، اليوم ال 23، اليوم ال 24، اليوم ال 25، 26، 27، 28، جه عند ال 29 ما عملش تسع شرط، راح عامل دايرة مشقوقة في النص، تمام؟ وبعد كده عمل العلامة بتاعت راع، يبقى 22 وعلامة مشقوقة معناها ال 29. جه عندنا في الكلمة اللي احنا لغاية دلوقتي بنقولها بح أو مح، مح معناها نهاية، وبح معناها انتهى في الموروث، لكن دي معناها عرق. عرق معناها النهاية، حتى من أسماء فيلة المكان النهاية بتاعت البلد، حتى يقول لك عرق اللي هي مكان النهاية أو الحد الفاصل آخر البلاد، يعني آخر بلدنا بيقولوا اللي هي عرق. فالموجود ده إخوانا علميا عرق عشان لو جاء معاك حد متخصص، لكن عايز تقولها أنت في الإرشاد بتاعك بح ولا مح، الاثنين واحد بمعنى ايه برضو خلاص او انتهى. وحاجة ظريفة للجسد، انا ساعات بستخدم حاجات ارشادية وببعد من الحاجات العلمية علشان الزبون
ما يملش مني. لكن في ساعات انت بتوزن مين اللي معاك، معاك واحد متخصص فخلاص صلح المعلومه خليها عرق، وعرق معناها نهايه علشان ايه ما يقعدش يتناقش معاك ويتكلم معاك في حته زي دي. ده اللي خلصنا منه. الحاجه اللي بعد كده في المعبد ظهرت الصور طبعا احنا المكان اللي احنا اتكلمنا عنه يا اخوانا. الحاجه اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هو المنظر بتاع تطهير بواسطه الملح، اللي هو المظهر المنظر اللي هيظهر حالا اهو. المنظر ده اللي احنا بنقصده في الصاله الاولى بتاعه البطالمه، وده هات الخرطوش اللي وراه طبقا للخرطوش عشان لو جالك حد برضه متخصص تعرف مين اللي مين اللي في المشهد. بطلميوس 9 يبقى اللي في وشك 12 اللي على ايدك اليمين وانت داخل الحيطه، لان هو احدث. ولما ترجع تدخل جوه تلقى ايه؟ بطلميوس 9 طبقا للخرطوش. الخرطوش اللي وراه موجود الصور اهو. ده بطلميوس 9. لو انت رحت قريت النص فتلقى ده بطلميوس 9 اللي بيعمل المنظر الكبير اللي موجود اللي هو ملح النطرون. المنظر اللي بعده، المنظر اللي بعده اللي هو اللي احنا قلنا عليه وفرقنا بين ادوار خيت نب اللي في عصر رمسيس الثاني وادوار خيت نب اللي في عصر المعبد الروماني او الفتره الرومانيه او الاعمده اللي موجوده في عصر البطالمه برضه في الصاله نفسها. تمام. اللي بعده ده من الحاجات الحلوه برضو في الـ في الـ في الارشاد انت تشرحها في منظر التتويج. بنقول حاجه اسمها البادي لانجوج يا اخوانا. لما تلقى الملك هنا لو جبنا المنظر كامل، بص العلامه الدائره اللي عاملها البندانه المربوطه في التاج تفاصيل صغيره البرد واللوتس، يعني هو لابس دبل كراون بيتوج بواسطه واجد ونخبه. واجد اللي هي التاج الاحمر والثانية ايه؟ نخبل. الاثنين مبتسمين، الملك فرحان ان هو بيتوج. لو بصيت في ايده هتلاقي نفس المنظر اللي بتاع ايه؟ ادفو، ايده مفرودة يعني فرحان. يعني انت بتقرا فن. تمام؟ اما الناس اللي بتتكلم يا اخواننا يقول لك الفن هنا مختلف والعصر البطلمي والحفر البارز هو طبيعة المعابد المصرية دي كلها بأيادي مصرية خالصة، ملهاش دعوة أصلا بالرومان ولا البطالمة ولا فن بارز ولا فن نحت. هي طبيعة يعني فترة من الفترات بيكون في فنانين مهرة بيطلع منتج حلو زي عصر سيتي الأول وعصر أمنحوتب الأول. الفترة اللي اتبنى فيها المعبد ده في عصر بطلميوس ال 12 كان الفنانين عاليين علشان كده الفن عالي. دي الخلاصة، وخلاصة الكلام المنطقي والعلمي إن إحنا بنقول إيه؟ دي فترة فنانين أو أجيال كانوا فيهم مهارة كبيرة. ده التفريق بين حر ور وحر اسيت طبعا احنا شرحناه. بعدين ده في السقف بتاع المعبد اخوانا زائد المنظر اللي هو وراه. ده في السقف تلقى مناظر فلكيه، تلقى الجريد لاينز في نفس الصاله اللي احنا بنتكلم فيها دي، دي مناظر كوكبه الجبار علشان اوزيريس الموجود اللي زي في دندره. والمنظر اللي بعده اللي هو بتاع اله راس حي، دي يا اخوانا حاجات فلكية ملهاش دعوة بحماية ولا آلهة حماية ولا الكلام اللي بيتقال. ده ليها علاقة بالفلك، عبارة عن نجوم، نجوم في السماء، نجوم في الزلزال. كلها دي التعبان اللي لها الراسين ده حاجات فلكية، يعني حاجات اللي هي في علم الفلك. انزل اللي بعده. ده المنظر اللي هو جنب الندى المهشم اللي تلقاه فيه تهشير اللي هي آلهة الرياح الأربعة. أنت بتشرح المنظر بتاع التتويج اللي قدام صبح ممكن الجست باسس على إيدك الشمال شايف مناظر مهشرة ويجي يقول لك إيه المناظر دي. طبعا الصورة دي اللي محمد فهم استعنا بيها ويوري لك المكان بتاعها اللي هي آلهة الرياح الأربعة اللي بعده. تمام. لما تعدي بشويه في ظهر الحيطه في مكان للصربان، اثنين صليب موجودين في المنظر ده. تمام. قبل قبل من الموضوع اللي هو بتاع قائمه الاعياد اللي بيقول عليها، في اثنين صربان بالشكل ده اللي ورا اللي بعده. ده المنظر المهم بالنسبه لنا وهنحكي قصه مهمه. افتح النور معلش. حاضر. المنظر ده بيتكلم عن حاجة مهمة، ركز معايا عشان التاريخ مهم، نقطة فاصلة في التاريخ في الفترة بتاعة جماعة البطالمة.
فاكرين بطليموس خمسة؟ بطليموس خمسة أخوانا مراته اسمها كليوباترا واحد. بطليموس خمسة مراته اسمها كليوباترا الأولى خلفوا ثلاثة. بطليموس ستة، بطليموس ثمانية، كليوباترا اثنين. هتقول لي وين سبعة؟ هيجي لك في الترتيب التاريخي فيما بعد هتعرفوا ازاي. يبقى خمسة تزوج من كليوباترا الأولى، يبقى أول مرة يظهر اسم كليوباترا مع بطليموس الخامس، دي مراته مباشرة. خلف ثلاثة ولدين وبنت، الثامن والسادس، وكليوباترا الثامنة دي البنت. الراجل ده قبل ما يموت أوصى إن بطليموس ستة ابنه الكبير يتزوج من أخته الشقيقة بقى، دي شقيقة كليوباترا الثانية. تزوجها قعدوا مع بعض في المشاهد اللي جوه خالص في المعبد، تلقى كليوباترا الثانية ظهر مع بطليموس ستة في كذا مشهد. عشان كده بنقول الست دي، هنشوف حاجة تانية مهمة، مات السادس خلفت منه بنت ولد، كليوباترا ثلاثة وبطليموس سبعة. يبقى الستة تزوج من كليوباترا الثانية، خلف كليوباترا الثالثة وبطليموس سبعة. مين المفروض يحكم بعد ما بطليموس ستة يموت؟ الطفل أو الشاب أيا كان عمره، بطليموس سبعة. يجي عمه أخو أبوه يقتل بطليموس سبعة. تحصل أحداث في البلد إن بطليموس ثمانية يمشوه، كليوباترا تبقى وصية على العرش الرايل ده، بعد كده يجي ده يقتل الواد الصغير، يجي الأحداث إن هو بطليموس ثمانية يرجع. وفي الفترة دي كانت بتطالب بالحكم بتاعها كليوباترا الثالثة، علشان كده ظهرت مع أمها في المشهد ده. يبقى دي أيام ما كانوا في الأول مع بعض، بطليموس ثمانية، كليوباترا الثانية، كليوباترا الثالثة، ده أخو دين وتزوجها بعد ما أخوه مات، والراجل ده قتل ابن الست دي، وبعد فترة من السنين دي عايزة تشارك في الحكم، عشان كده ظهروا مع بعض في المشهد واحد الأم والبنت. بعد فترة الراجل ده تزوج البنت دي الستيب دوتر، يعني بنت مراته، تروح دي تقتل أمها. دي القصة بتاعت المشهد ده، لكن ده أيام إيه؟ كانت الدنيا حلوة. بعد ما المشهد ده اتعمل بفترة، دي كليوباترا الثانية التنور قتلت أمها. ده مشهد، أو تقدر تحكي القصة دي ببساطة لو أنت عملت تمهيد في المسجد، أو أنت خدتك جنب ورحت شرحت المنظر. بطليموس خمسة كانت مراته كليوباترا الأولى، خلف ثلاثة، بطليموس ستة وثمانية وكليوباترا الثانية، الراجل مات، مين يحكم؟ بطليموس ستة تزوج من أخته الثانية. بعد فترة كانوا مخلفين مين؟ ولد وبنت، كليوباترا الثالثة وبطليموس سبعة. جاء الراي بطليموس ثمانية قتل ابن أخوه وتزوج مرت أخوه عشان ينتقل للحكم. بعد فترة كليوباترا الثالثة بتطالب بالحكم، قعدوها معاهم. بعد فترة كليوباترا الثالثة صراع حريم، الأم والبنت راحت قاتلة أمها، فبنسموه إيه؟ المشهد ده. المشهد ده مهم، المشهد ده مهم ليه؟ علشان هنا يا باشا بتتكلم طول كل المعابد اللي انت شفتها في العصر البطالمي الروماني، بيظهر الملك في اللباس المصري القديم الشورت سكيرت، الجيبه القصيره، لكن هنا في المشهد بيظهر بالشكل المقدوني، فحته مهمه، ملمح مهم تشاور عليه في المعبد. تقول في المشهد ده بطليموس 8 وكليوباترا الثانيه والثالثه ظهروا باللباس المقدوني. هنا مش الجيبشنايز خالص، هنا مش التنصير، هنا باللبس اللي كانوا بيلبسوه في اسكندريه في حياتهم اليوميه، العبايه اليونانيه اللي زي المشهد بتاع انوبس في مقصوره دير المدينه في منظر المحاكمه. شفت انوبس هو لابس عبايه اسمها العبايه المقدونيه، تمام، اللي ماسك فيها القمر، مش طبله، ده قمر، تمام. فده بطليموس الثامن يظهر بالعبايه المقدونية، الفساتين بتاعت كليوباترا الثانية والثالثة ظاهرة برضو ايه عندنا ايه لباس اللبس بتاع طريقة البيضة، حتى المنديل اللي هنا ده مش هتلقاه مع الملكات المصرية. الزبون بيشهد بيسأل على حاجة مهمة، البوتش، يعني ايه بوتش؟ آثار ان الست دي ولدت، الست دي حملت وولدت، يعني دي أم. ويلقى في مناظر ثانية مشاهد ما أظهرش الجماعة دول البطل، هتلقى الآلهات
فيهم عاملين ايه توبلس اظهار المنطقه العلويه من اللي هي صدر الست عند المصري القديم في الفن معناها ام يعني فيرتيليتي يعني فيها الخير فيها خير منجبه تمام ومنطقه البطن اللي ظاهره معاهم دي معناها برضو فيهم الخير يعني ست بتخلف ست بتولد ست بتجيب تمام فلا ممكن يسالك عليها الجست ليه البطن بارزه ده اللي هي اثار ترهل 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 اللي حصل في منطقه البطن معناها ست ولدت تمام الصوره اللي بعديها ده خلصناها بتاعت عرق والكلام ده شرحناها بتاعت قائمة العيات اللي قلنا عليهم المهم هيجي مشهد بعد كده الثلاث لبؤات اللي جنب العتب الناس اللي بتروح هي تقول لك ايه فصل الفيضان فصل الزراعة فصل الحصاد ويجي يقول لك ايه الفروة بتاعت اللي مش عارف ايه اولا انثى الاسد ملهاش فروة اللي ليه فروة الاسد الذكر انثى الاسد ملهاش فروة خالص تمام الحاجة دي يا اخوانا بتتكلم في حاجة وراه تجلب هو ده لا اللي وراه بص حتى اللي هي الصفحه دي القاموس دي كلمه عرق يا اخوانا معناها ايه بتتكتب كده وزي ما قال لي عبد الرحمن في العصر البطلمي الروماني شال الكلمه كلها وجاب المخصص اللي هي العلامه الاخيره اللي هي موجوده معاك في النص معناها عرق معناها النهايه last day بتترجم معناها last day اليوم الاخير لا اللي هي 21/1 ايوه لا ايوه دي يا باشا المشهد ده صوره منزلها محمد فهمي تمام بيوضح لك النص اللي هو ايه بقايا النص لو انت بصيت في الباب من الناحيه الثانيه هتلقى خمس صفوف ثلاث لبؤات برضو مكرره 3 × 5 = 15 يبقى الناحيه الثانيه برضو نفس الكلام 15 يبقى نظريه ان هم بيمثلوا الثلاث فصول اللي هو الحصاد والزراعه وهو نظريه غلط ليه ده موجود اللي موجود ده موجود ايه ثلاث لبؤات في كل صف ثلاث لبؤات وهدي الصوره دي ده اللي موجود اللي جنب المنظر على طول الناس كلها هي بتروح تشاور بتقول لك ايه فصل الفيضان فصل الزراعه فصل الحصاد لكن لو كملنا الحيطه هتلقى مفروض زي اللي قصادها بالظبط اللي هي فيها خمس صفوف 3 × 5 × 15 15 × 15 ربما اشاره لعدد الايام اللي في الشهر ال 30 يوم دي الاقرب للتفسير لكن محدش يعرف ودي كلهم للحمايه ليس الا ما لهمش علاقه بال ال ما لهاش علاقه بموضوع الثلاث فصول والمعلومه هي ايه صلحناها المنظر اللي جاي ده اللي هو النص بتاع بطليموس 6 اللي هو بيتجري عنخ علامه العنخ متشاله علامه العنخ متشاله العنخ متشاله بعد كده نتر عنخ نتر نفر بيع بيع الكلمه دي اسمها بيع بيع والمخصص بتاعها ام خبيب مخصص المدينه اللي هي في الدلتا مكان ولاد الحورس وبعد كده بتعمله نيرسنج اللي هي الارضاء بعد كده كذا كذا بطليموس السادس يعني بيشبه بطليموس السادس كانه حورس اللي موجود في الدلتا ارجع جنب بطليموس 6 بيمثل حورس اللي هي المنظر بعبع اللي هو ده اللي انا شرحها لك اهو الجمله دي اسمها بعبع ام خبيت وحرف الام يا اخوانا اللي هو والنيل البومه تحول في العصر البطلمي زي الام اللي ده الام اللي هي في الانجليزي اهو دي وش البومه البومه كده صح؟ راح العصر البطلمي راح شال جسم البومه كله وراح عمل لها كده عصايه عشان كده ده حرف الام بالهيروغليفي في العصر البطلمي الروماني اللي هي ام الموجوده بالعصايه عشان ممكن تتسال عنها. هي المخصص اللي جاء كلمه بعبع بعبع يعني المولود المولود كلمه المولود. في مناظر دايما كان ده في فجوات كده بتاع مربط الدواب للناس اللي كانت عايشه اللي بعده. في اخر المعبد في اخر المعبد اخواننا قدس الاقداس
واحد لسبك رأ وواحد لحورس. الكتلة الحجرية اللي موجودة دي دي عبارة عن نوع من الأحجار، حجر، نوع من الحجر. الحجر ده اسمه جيوغرانيت، جيوريد جرانيت، يعني ايه؟ حجر طبيعي، ولا هو جرانيت ولا هو ديوريت. ده الحاجة العلمية، التفسير بتاعها العلمي، عشان كده انت بتشكك فيه، ده قدامك بازلت ولا جرانيت اسود، فاسمه اسم ديوريت جرانيت، جيوغرانيت، يعني ايه؟ جامع مع خصائص الجرانيت الاسود مع خصائص الجرانيت، يعني ده اصلب واصلب الهاردنس بتاعته اكتر من الجرانيت الاسود واقل من الديوريت نفسه. لان عندنا جدول، هات الجدول اللي بعده، الجدول ده طبعا استاذنا الكبير ناصر عبد المنعم عمله، اسمه جدول موس. موس ده بيتكلم عن صلابه الاحجار او صلاده الاحجار الهيرتا اللي هي الهاردنس، بيصنف لك الهاردنس رقم واحد، يعني واحد من عشره، بادئ بالاضعف اللي هو الحجر الصابوني، بعد كده حجر الالاباستر، بعد كده اللايمستون والماربل ده بثلاثة من عشرة، بعد كده الساندستون بتتفاوت الصلابة بتاعته من أربعة لسبعة، بعد كده الشيست، الجرانيت، الكوارتز، الكوارتزايت ده حجر صلب اللي هو الرمل الأحمر الناشف ده، بعد كده البازلت والديورايت والديورايت ديولرايت وديورايت اللي هو أنت بتشوفه في المسألة الناقصة الكور السودا دي، بعد كده دايموند اللي هو الماس. فبيوضح لك الهاردنس بتاعت الحجر. فالحجر ده يعتبر ما بين 8 و 9 8 تقريبا 8 او 7 من 10 درجة الصلابة بتاعته طبقا لجدول موس. طبعا استاذنا ناصر عبد المنعم. اخر المعبد ورا في سبع اوض. السبع اوض ده يا اخوانا دايما انت معتاد تروح دندرة قدس الاقداس حواليه عدد من الاوض. في قدس الاقداس المعبد البلان بتاعته ما راحش عمل اوض حوالين القدس الاقداس، راح عمل الاوض اختصر في الكلام ده في سبع اوض حطهم ورا. يبقى ايه السبع اوض اللي انت بتلقاهم في اخر المعبد؟ ممكن يسالك عنهم، اللي هم دول الاوض او الغرف للالهه الضيوف في المعبد، زي معبد دندره قدس اقداس وحواليه 11 اوضه، معبد ادفو حواليه 11 اوضه. والفكره دي جت من فين؟ معبد ابو سمبل قدم الفكر المعماري اللي موجود معانا ده. شوف معابد البطلميه الرومانيه قدم منه ابو سمبل، قدم منه برضه معبد هابو. لما تروح صلاه الاعمده في اوض محيطه بالمخصصه لالهه مختلفه. اللي بعده بيتكلم عن الفتحات، ممكن الجس يسيب كل حاجه وانت عند قدس الاقداس يقول لك ايه الفتحات الموجوده. ده برضو مربط للدواب اللي كان المعبد في فتره من الفترات كان بيستخدم ل الشلتر، يعني ايه؟ كمأوى، والناس كانت ساكنه. اللي بعده هنا ده جرافيتي موجود في احدى الاوض اللي احنا شفناها. لو انت اتمشيت على ايدك اليمين هتلقاه من الاوض اللي على ايدك اليمين في النص كده على اليمين، جرافيتي للجاكر. اقلب جرافيتي، المعبد فيه جرافيتي كتير يا اخوان، هنتكلم عنه في الارض حمايه وحراسه. هنا بعد ما تعدي من قدس الاقداس ورايح للمنطقه بتاعت ادوات الجراحه، طبعا احنا شرحنا الخشبه معروفه بتاعت كمون مبرر كنا بنشرحها. هنا اماكن الخشبه، طبعا المعبد المفروض كنا قلنا في البدايه ان الاجزاء معظمها راحت في بناء مصنع السكر بتاع كومون، زي معبد ارمنت راحت الاحجار بتاعته في بناء مصنع ارمنت. معبد هابو يجيبوا العظام، لا موجوده هي مفقوده، وفي ناس كانت كتير استخدمتها، زائد حجر رملي، حجر هش تأثر بالميه والطمي فمعظمه اتفرول، لكن في بلوكات كبير كتير من المعبد راحت لبناء معبد السكر، مصنع السكر. موجوده في المصنع نفسه بس انا ما شفتهاش، مفيش حد اتكلم عنها لانها اتبلطت عليها ملاطه اكيد. نفس الكلام اخواننا معبد هابو، عشان الناس برضو انتقدت الراي ده، معبد هابو الصلاه الثلاثه اللي موجوده طبقا لما رحنا معبد دير المحارب تدرس الصلاه بتاعت هابو الثلاثه الموجودين هناك، دول احجارهم استخدمت
في بناء دير البحار بطرس في القرن السادس والسابع الميلادي. الدليل العلمي موجود بلوكات واسماء والقاب رمسيس الثالث في قلب الدير. حيجي يقول لي طب ليه خد الاحجار من هناك وصور المعبد؟ ما السور يا اخوانا اللي موجود في المعبد ده حديث كان مفتوح، الصور القديمه كان مهدود، فدي مسافه قريبه. الثلاث صلاه بتاعت هابو تم استخدام الاحجار بتاعتها في بناء دير المحارب تطرس، تمام. اما قصه محمد علي و ويخضروا الاحجار للكلام ده اللي كان قصه نظريه يفك الهرم عشان يبني القناطر الخيريه دي حاجه ثانيه. بكل مكان دي سبب، يعني كومومبو اتاخد لبناء مع مصنع السكر، فارمان بناء مصنع السكر، في الحتت بتاعت منف والحاجات دي والحتت في الشمال القناطر الخيريه بتاعت محمد علي. فكل مكان ليه سبب. المهم في العماره عشان الالمان يحبوا الحاجات دي، بص ازاي عشان يجي يبني يعمل غودن دوفتيل، مش بس يعمل حاجه مونه. المونه بتاعت مصر القديم كانت عباره عن جبس ورماد فرن الاشز. يبقى المونه اللي كان بيستخدمها مصر القديم يعمل الاسمنت ازاي بتاعها من رماد الفرن والجبس يخلطهم مع بعض. فعلشان يجي يبني اللي يفهم في البناء اخوانا لازم يعمل تخشين للنقطه دي. فممكن الجست يشوفه يقول لك ايه ده؟ ده علشان لما يحط المونه تمسك. التخشينه دي اللي عاملها المصري مش بس هنا تلقاها في طنطره، التخشينه اللي عاملها دي علشان المونه تمسك في الحجر، لو عملها ناعمه زي كده هتفصل معاه. فدي اسمها ايه؟ تخشين المنطقه اللي هيوضع فيها الماده اللحمه اللي احنا بنقول عليها الاسمنت المصري الموجود في اماكن كتير. اللي بعده الصوره اللي بعديها برضه دي حاجه يعني ايه في الارض في وش الحوض اللي قدام ده اسمها القدم النزريه، هي مش واضحه للدرجه دي قدم نزريه. وسبب الاقدام النزريه اللي موجوده في المعابد يا اخواننا الكهنه عملوها كتكريس انهم عبدوا اله او المعبود هنا، زي ما هتلقاها في متحف المفتوح في لوكسور فكرنا في قدم كبيره اسمها القدم النزريه وعملت عليها حاجات كتير وفي الارضيه بتاعه كومومبو كتير لانها اصليه. جربنا احنا ان شاء الله. لا لا المهم في حاله في المكان برضو انت ورايح مع المكان الادوات بتاعت الجراحه في بعض العلامات وهتلقاها في معبد دندر، دي العلامات بتاعت المحجر. هما بيشتغلوا في المحاجر بتاع جبل السلسله لبناء المعابد، العمال هما وشغالين بيحط على كل بلوك علامه رمز، ده رايح الكومومبو، دي رايحه لإدفو، دي رايحه لمعبد اسنا، هما وشغالين هنا. والبلوكات دي ليها حجم وشكل، دي بتستخدم لبناء السور المحيط بالمعبد، دي بتستخدم لجدران داخليه. فبيدي رمز وعلامه علشان لما يجي يبص ينقل الحجر يحطه وين او يبني بيه فين يبص على العلامه اللي سايبها الراجل اللي قطع الحجر. فدي اسمها علامات. فممكن الجيست هو ماشي يبص على علامات وهتلقاها عند منظر نيرون انت من ورا عند دندر، تلقى علامه دندر عامله دايره وسهم. دي اللي هي العلامات بتاعت المحجر. اللي بعده يا اخوانا منظر ادوات الجراحه اللي بيتكلم عليه ده منظر تكريسي. المهم بالنسبه لي هو خلينا في الصوره دي. بالنسبه للاثنين الموجودين نصلح بعض المعلومات. المعلومه الاولى التي يتم تصحيحها اللي موجودين قاعدين عليه ده مش اسمه كرسي ولاده خالص، دي واجهه المعبد. يعني لما تروح تشرح المنظر اللي هناك ده مش كرسي ولاده خالص، مش ديليفري تشير، ده عبارة عن واجهة المعبد. رقم اثنين دي الإلهة يزيد واضحة من شكل من الكرسي. الكرسي العرش. الحاجة الثانية الملامح الانثوية فيها. رقم ثلاثة اللي ماسكاه ده الواج زي ما احنا قلنا الصولجان بتاع الآلهات، يبقى 100% دي أنثى بالملامح اللي ظاهرة فيها. رقم اثنين ماسك الواد، رقم ثلاثة من خلال ظهرها الرأس على رأسها اللي هو عاصف معناه كرسي العرش. اللي فوق ده إله مش إله، يبقى من الخطأ إنك أنت تروح هناك تقول إيزيس ونفتيس مش إيزيس ونفتيس. ليه؟ رقم واحد حتة الدجل، رقم اثنين مفيش ملامح إنسوية في المكان،
قارن بين هنا وهنا. رقم ثلاثة الصولجان اللي ماسكه بتاع الذكور وليس الإناث. علميا يقال ربما probably فلايشت عشان فلايخت السويسري ايه حرور. ربما يكون حرور واحد من اصحاب المعبد يا زي ممكن تقول عليه ايه ناس تقول عليه حورس حرور ايا كان. لكن المهم بالنسبه لي صلحنا معلومتين ان ده ذكر وده انثى. وير ازيس ده مش كرسي ولاده ده عبارة عن واجهة المعبد. ملهاش دعوة ده إذا كان هو راجل يلعب قاعد على كرسي ولادة فده واجهة المعبد. حتى الصورة من تحت لو ظهرتها فاللي حرفه أهي إزيس قاعدة. فالناس اللي بتتكلم إن ده كرسي ولادة غلط. اللي بعده المنظر نفسه أخوانا هيجي معانا مضمون مهم. جملة اللي هي هيمدي الجملة الوحيدة دي بتمثل طبقا للابحاث الجديده بتاعت الدكتور محمد ابراهيم مع سيلفي كوفيل كتاب في 2016 بيقولوا المنظر ده ماليش علاقه بالطب ولا العمليات ولا الكلام اللي احنا بنقوله. هي عباره عن ادوات مكرسه في المعبد وليها رمزيه في تجميع اجزاء عين حورس اللي هي من 1 لغايه 64 اجزاء العين اللي هي حتى كلمه ايه الوصفه اللي هي حرف الار اللي جت منها اهم حاجه في النص. النص ده وتكون معاك ايه اللي عايز بتاع الجماعه الثاني العطار عارفين الكرب الخروب غير الخروب اهو بالهيروغليفي اسمه ايه بالهيروغليفي نجم. نجم اللي هو زي ما عندنا سن نجم في دير المدينه. يعني ايه سن نجم؟ الاخ الحلوه الحلو اللذيذ الرايق الكيوت الحلوه ها تمام. فكلمة نجم الكلمة دي معناها هي الثلاث موجات مو نجم معناها ترجمة حرفية لكلمة فريش ووتر. يعني ايه فريش ووتر؟ يعني مية عذبة. يبقى مية النيل العذبة اللي بتطهر اللي جاي من الفانتين دي كلمة الفانتين بالهيروغليفي اللي بتطهر وعب عين حورس وعين رع. يبقى مضمون النص ان ده منظر بيتكلم على ماء قيمة ماء النيل اللي هو الفريش ووتر. وخلى كمان استخدم النص القديم هنا ايه في استخدام المصطلحات والكلمات كلمة حلو او عزب اللي هي جرد الخروب اللي هو طعمه مسكر. عارفين الخروب ولا لا؟ تمام؟ فاذا مو نجم معناها الماء العذب فريش ووتر مية النيل نفسها. وتقول للجسد ما تحاولش تشرب لان النيل ملوث. زمان كان ايه؟ فيها الشفاء يعني. فأما قصة الأدوات والكلام ده في راي الفرنساوي كتب مقالة. الناس طبعا الكلام ده بتنتقد الكلام ده واحنا اتكلمنا مع ناس يقول لك لا ده أصلا في كابن ودي غرفة عمليات وكان في مستشفى في المكان كل المعابد كان فيها مستشفيات وسانيتاريوم ولكن ليه مش هيعمل منظر مخصوص للحاجة اللي بتستخدم. لكن ده اسمه منظر تكريسي بغرض ديني بيشاور على قصة أو أسطورة أو تفسير دين. تجميع أجزاء عين حورس وتقدير عين راع الحورس ده المضمون وقيمة مية النيل والكلام ده. المهم بالنسبة لي الإمبراطور الرابع ده النون يعني ما تقدرش تقول تراجان ولا هادريان غير معروف. الإله اللي قدامه ده عشان ما فيش نص ما تقدرش تقول عليه سبلوكس والكتب والقصص القديمة. لكن من المتوقع ومن المحتمل يكون حرور نفسه لما في علاقة بالطب. الكلام ده أخوانا هتحس بقيمته لما هتنزل مع ناس فاهمة. في ناس كتير ايجيبتولوجيست بتنزل فهتكون تستخدم المعلومات الصحيحة أسهل من إنك أنت تستخدم لأن هو بيقيمك هو مش هيصلح لك. الجست الفاهم محترم مش هيصلح لكن قصة. المهم بالنسبة لنا المنظر ده الجديد بقى قصة تقسيم معبد والكلام ده خطأ. لكن هو عبارة عن كونترا تمبل. يعني ايه كونترا تمبل؟ أولا عشان نتفق احنا هنختم كده المحاضرة يا اخوانا. المعابد عند مصر القديم وتصلح المعلومة دي يا ريت صنف الناس 93% من الشعب المصري ما كانش يزور المعابد ولا يجرب ولا يروح ناحيتها اصلا. ماليش دعوة هو شغال مزارع وساعات بياخدوه يجيبوا يقطعوا حجارة ويدوه مرتبات في أثناء الفيضان
وساعات يودوهم في الحروب بتاعه رمسيس الثاني والحملات العسكريه بتاعه تحتمس الثالث وهي جامده معاهم من الاخر. ولكن هو الملك ابن الاله كل الكلام والرد اللي بيقولوه ده ملناش دعوه بيه، احنا عايشين في مصر فلاحين ومزارعين والدنيا وخلاص، ومطلوب مننا كمزارعين نروح نودي ايه قرابين ونزور، والعمده بتاع القريه او المسؤول عن المدينه يجمع الحاجات دي ويشحنها بالمراكب والسفن ويودوها للكهنه ويستقبلوهم الكهنه بره المعبد بره اسوار المعبد، معبد الكرنك بوابات كتير. بارك الله فيكم يا شباب روحوا. يعني معناها ايه؟ الشعب المصري ما كانش يدخل المعبد. يعني من الخطا انك انت تقول عدد الشعب يروحوا يدخلوا المعابد والافنيه المفتوحه خطا. مين اللي بيدخل الافنيه المفتوحه؟ عامه الشعب بره، و90% من الشعب المصري اصلا مش بيروح منطقه المعابد خالص، ولكن يروحوا بالقرابين بتاعتهم ناس متعهدين يوصلوا الحاجه دي للكهنه. علية القوم وكبار موظفي الدوله يروحوا يدخلوهم المعابد اخرهم الافنيه المفتوحه، ويتعامل مع الناس دي في بعض المناظر بتاعت الالهه يتم حجب منظر الاله بواسطه ستائر في فتحات بتتثبت فيها ستاره ويتغطى المنظر تماما وممنوع انك انت تشوف المنظر. دول مين؟ الاليتس، الايد اللويتا، الديجيتاس، الوجهاء، الكرماء، الناس الكبيره، عليه القوم يسمح لهم بزياره المكان اخرهم الافنيه المفتوحه ويعملوا ايه؟ ما يشوفوش صور الالهه. امتى؟ في الويكند، تقول كده دي ويكند زائد الاحتفالات والاعياد الكبرى، بيتلقوا من خلال الدوله او الحكومه توب في اي بي انفيتيشنز، يعني بيتلقوا دعوات من الحكومه نفسها، انت معزوم في العيد الفلاني في معبد حورس، فايه اسمك في الليسته؟ جابوا لك كارت في البيت ولا دواب؟ برديه يعني. تمام؟ وتروح ايه تحضر العيد ده. يبقى النوع الثاني من الناس عليه القوم واخرهم الافنيه المفتوحه. الملك والكاهن الاكبر هو المنوط بممارسه الطقوس داخل قدس الاقداس المعبد ثلاث مرات في اليوم. طبعا الكاهن الموظف اللي هو الكاهن الاكبر، الملك اثناء الاحتفالات الكبرى، البطل ما اصلا ما يكونش يجوا، فالكاهن الاكبر بتاع كل معبد هو اللي بيصلي ثلاث مرات في اليوم، شروق شمس، ظهيره، غروب. يبقى الصلاه عند مصر القديم ثلاث مرات، شروق، ظهيره، غروب. ناس عليه القوم تدخل اخرها الافنيه المفتوحه، وبعض طبقات الكهنه لبعض الاماكن في المعبد، ولكن ما تخش قدس الاقداس ممنوع غير مسموح. ويتساوى هذا، انت تعمل تشبيهات، عندنا في الكنيسه المصريه القبطيه الهيكل ممنوع حد يعديه، نقطه محصوره الا الكبار الرنكي اللي هم طبقات الكهنه او الكهنه الاكبر اللي بيصلي. عندنا في الاسلام الحرم المكي ما تقدرش تدخله الا بتصريح من ملك السعوديه، يعني مش اي حد كمان يدخل الحد دي. اسمها ايه؟ القدسيه والغموض والبرين ووشنج والكلام ده. فالجست الاوروبي يا اخواننا، لان معظم الاوروبيين ملحدين. الفكره المشكله انك انت الجست اللي معاك داخل معاك متصور المعبد، وانت تقعد تشرح ميثولوجي وديانه وعقيده و فبيقعد يتعقد منك، اصلا مش عايز يسمعك. تمام؟ يقول لك انا عارف. لما بيسمع كلام فيه تفصيلات زي دي ممكن تشرح شرح صغير، يعني الكلام ده مش لازم تطول في المعلومه، تشرح حاجات فيه مقتطفات فبتفهم. المكان اللي احنا بنتكلم عنه ده كان عباره عن مكان بيدخلوه كبار موظفي الدوله من خلال الكوردر، هو مش يدخل قلب المعبد، ده موجود في الكوردر. لو انت بصيت في الارض في فتحات، ولو بصيت على المنظر من فوق في فتحات. المنظر ده اول ما الناس تدخل اللي هو كبار موظفي الدولة والمدعوين، الكلام ده كله بيتغطى بستارة، زي المنظر بتاع دندرة في ظهر المعبد بتاع حتحور الزعبية. ظهر المعبد بعد منظر كيلوباترا بتلقى راس حتحور الكبيرة دي على علامة النور بتاعها. دي برضه لو أنت بصيت فيها فتحات حوالين المنظر بتتغطى بكرتن بستارة. تمام؟ علشان تقعد، الناس تيجي وتقعد إيه؟ تدعي، بتصلي. نفس الكلام في كونترا تمبل في معبد الكرنك، ده وظيفه الكونترا تمبل اسمه المعبد المضاد، يعني عكس عكاس، يعني في ظهر القدس الاقداس. فالمنظر ده كله بيدرس، المنظر ده علميا الان دي طلعت مش معد اخواننا، ده الاله شو؟
واسمه مكتوب بالهيروغليفي بخرطوشين فاضيين دية. هات المنظر تمام. عايز تقول لغايه دلوقتي كمرشد تقول معي تقول معي. انا بقول لك في حاله لو كان معاك حد متخصص قول شرحك معي وخلاص. النص طبعا محمد فهمي مشكورا والنص موجود. اللي موجود ده اخواننا اسمه شو واسمه بيتكتب بخرطوشين ودي نظريه من نظريات الحته ليه الخراطيش فاضله. الدكتور الدماطي وزير الاثار الاسبق راجل متخصص في العصر البطلمي الروماني كتب مقاله وقال لك اسباب الخراطيش الفاضيه شو وشو ده مين ابن رع. فاكرين النظريه بتاعه رع خلف شو تفنوت شو هو الابن ابن رع. فهو عايز يقول لك صار رع وراح خلى الخرطوش فاضي بيقول لك اللي جوه ده اسمه شو هو الملك ابن رع لانه هو الملك ابن رع. دي النظريه بتاعه مين الراي بتاع الدكتور الدماطي. فهنا اسم اللي مكتوب هنا ده شو يبقى يعني ادي شو وادي المخصص بتاعه لان الاله شو برضه ايه على راسه ريشه زي معد. معد هي التمثال اللي تحت ده. اما قصه جسمة الحج والكلام ده غلط. المنظر ده عباره عن ايه اتنين عين واتنين معناه المقصوره التي تسمع الصلوات. المنظر ده من تابوت في العصر المتاخر نفس الفكره واثنين واثنين عين المتعبد يدخل هناك يقعد يتكلم ويدعي ويطلب الطلبات من الاله. بس ده كل القصه. وبعد كده في ورقه اللي يتكتب بسختين الحاجه دي انا نسافر القاهره الاسبوع الجاي ده ولا لا نسافر او ما نسافرش. الكهنه طبعا بتلعب دور تروح رامينه الورقه الثانيه مثلا ايه لا سافر لا ما تسافرش جاي عليك ان الالهه هي اللي بتجيبه. ده الحاجات اللي انت تقدر تشرحها في المنظر ده. اهم حاجه في المنظر ده ايه هو عباره عن ايه. تلقى الاثنين الهه حورس وسبك مسكين سكاكين. السكاكين ده بتكرس او بتتكلم على انتصار حورس وسبك على اعداء رع. علشان كده المنظر اللي تحت هات المنظر اللي تحت هتلقى فيه اسرى اعداء مربوطين ومتكتفين وعاملين ديسلوكيتد شولدر يعني ايه خلع كتف. دول اعداء رع نفسهم. يبقى دي تماثيل من الشمع تماثيل من الشمع مصنوعه وتحرق. هات المنظر موجود لا لا وراه اطلع الصور. هنا اخر المناظر. ده المنظر ده اخوان ده دايما الزبون يسيب كل حاجه في المنظر ويقول لك ايه ده. لان المنظر كونكلوجن كله عباره عن حورس وسبك بيكرسوا انتصارهم على اعداء رع. فدول اعداء الاله رع الشريرين الناس الشريره الاصفر. ومن الاخر بعض الاراء العلميه بتشاور ان المنظر كقراءة فنية لي بيمثل السيماتاو كأن الاثنين الآلهة دول بيمثلوا الشمال والجنوب. دي الآراء الحديثة اللي بنتكلم. طب ليش ده؟ يبقى ممكن السؤال ده يتسأل على مين دول؟ دول أعداء رع. والمنظر كونكلوجن إن الاثنين الآلهة ليهم أدوار مهمة في انتصارهم على أعداء رع الشر. بعد كده من الحياة المهمة في المعبد في جرافيتي في آخر اللي أنت لو كملت بعد المنظر ده في عربية عربة وعليها حاجة ملفوفة. ده اسمه جرافيتي مش من تاريخ المعبد. فممكن تتسائل عنده في منظر اللي هو بتاع الفراولة والقرابين المقدمة فتلقى المنظر بتاع العربة دي. العربة دي مش من تاريخ المعبد نفسه ممكن في فترات في بعد يعني ممكن تقول قرن القرن الثالث ممكن أيام الإمبراطور ده. دي عبارة عن جرافيتي لأن المكان كان فاضي واترسمت الكلام ده. ده عبارة عن عربية تنقل التماسيح الميتة اللي تم تحنيطها. فممكن تتسأل السؤال ده ايه اللي موجود في المنظر ده؟ يبقى دي عربة نقل الموتى بس موتى مين؟ تماسيح. تمام؟ اللي بعده ده جرافيتي مش صور. باقة الزهور دي طبعا علشان أي حد ميت بيحطوا له باقة زهور. تمام؟ اللي بعده في بلوك ارجع في بلوك اللي هو فيه اهم منظر والناس كلها بتفتي فيه ويقول لك السائل المنوي والخصوبه ومش الخصوبه والكلام ده. النص مضمونه شو ده في ظهره. هات الصوره اللي بعده اخر حاجه هنختم بيها المحاضره يا اخوانا. المنظر بتاع القبيلين اللي هما فيه تنزيل السائل المنوي ده مخصص كلمه في النص في مصر القديم عبارة عن
النص مضمون النص بيقول لك ايه يا ابتهالات لجناح حرور بيقولوا له عندما يراك اعداءك يهابوك ويرتجفوا ويرتعشوا. فالنص القديم جاب كلمة يرتجف وعمل المخصص بتاع القضيبين مع تنزيل السائل المنوي زي حزة الدماع أو نشوة الدماع اللي هي العملية اللي هي بتاع إتمام العملية الجنسية عند الإنسان. فعملية السائل المنوي اللي بينزل ده بيشبه بالرحشة والنفضة اللي بتيجي للأعداء. ده مضمون النص، ده كلام علم أخوانا مش من بيتنا، ولا هنقول لك حاجة نفتي فيها ولا هبدأ، دي مش هبدأ. ده عبارة عن سائل منوي مش بول، عشان ناس كتير يقول لك ايه تبول، ده مش تبول. وقصة أربع نقط وخمس نقط والكلام ده من الناس دعوا بيه، بس هو كل مضمون النص مخصص لكلمة يرتجف ويرتعش ويرتعد كده بإيه؟ نصا كاملا. وبعد كده يجي يظهر وراها الجسم يسيب كل حاجة، يقول لك السكين من أحد أسماء كوموندو مدينة السكين. أرجع كده المنظر الوراء، أيوه في منظر السكين، أيوه هو ده. وتلقى وراها كلمة المخصص بتاع المدينة. في حاجة تانية، في صورة تانية؟ آخر حاجة؟ لا في صورة هنا. انت ارجع تاني للصورة الأخيرة. النص بص الشكل يا اخوانا، نفس الجوك اللي واقع. في حاجة فنية أنا كنت عملت عليها فيديو ريل أخير. شفت صراحة مرشد أمريكي بتاع الأمريكان الإنجليزي سبق كل حاجة في المعبد، بتشوف الفنيات بتقول لهم شايفين البلوك ده، العمارة اللي أنت شايفها دي في كان الكورنيش بتاع المعبد. إيه اللي موجود هنا؟ زمان فاكرين مجموعة توصل يقول لك إيه؟ محاكاة للعمارة اللي كان بيبنيها المصري القديم من البوص والخشب، ويجي يعمل السبادة. عارفين السبادة؟ اللي هو الكوخ، الأكواخ اللي كان بيبنيها كانت معمولة عبارة عن أكواخ ما كانتش من الأحجار، وبعدين تطورت بقت من طوب الطوب أو الطين. فيجالك هنا إيه؟ زخرفة معمارية للحبال المربطة العروق اللي فوق، يعني كأن الكورنيش ده عبارة عن عرق، يعني واجهة وعرق وراح لافف حبال. من الحياة الفنية اللي انت تقدر تشرحها برضو الصورتين الأخرينيتين، ايوه اخر حاجة دي اخر تمام، هي نفس الفكرة. اخر حاجة اخوانا المشهد اللي ورا اللي فيه القصر المتربطين وفي تدمير وتهشيم للوش بتاعهم، دول عبارة عن أعداء الشمال والجنوب. حتى تلقى إيه ظهرت اللوتس والقصبة الهوائية والرئتين وربطينهم. سيبك من المنظر ده دلوقتي، منظر مشهور لما تشوفه تحته. أولا موضوع الدراع اللي شافه ده عشان يكسر يكسر الدراعين لورا، عشان كده ظاهرين بالمشهد ده، عشان الجسم يقول لك إيه ده عامل ديسلوكيشن للشولدر تمام وراجعين. التهشيم والتهشير اللي جاء ده من زوار المعبد، فاكرين الناس اللي كانت بتزور في الكونترا تمبل من ورا، كل واحد طالع مع حته حجرايه خد له حته وينتقم من الاعداء، ويتم تهشير منطقه الوش علشان فيها فتحتين الانف. فتحتين الانف دول مدخل ومخرج الروح، علشان كده اجابه السؤال ليه بيتم تهشير وتهشيم أنف التماثيل، علشان هي مدخل ومخرج الروح، يعني معناها بيقضي عليه. حتى الصورة نفسها ممكن تجينا الروح أنا بقضي عليه تماما، بموته حيا ميتا، يعني حكمت عليه بالإعدام. فالتهشير الموجود ده نتيجة الزوار اللي كانوا بيدخلوا للمكان عن طريق الكوريدور ده، بيتم كل شوية كل واحد داخل محتاجك إيه في الوش، فداك الشكل النهائي. في أرضية المعبد اللي الجماعة إيه الروحانيين والعبال، ظهرت الحياة في أرضية البلاطة اللي في وش الأسد. شفت الأسد اللي هو بيخطم الأعداء، الملك عامل السمايتي الإمبراطور على طول قدامك شوية عند الأسد اللي هي ظهرت الحياة مع الجماعة الروحانيين والروحانيين والكلام ده. قبل ما نختم برضو بالنسبة للجماعة اللي هم بتوع الطاقة، كتب الدكتور احمد
ناصر محجوب ابن زميلنا الكبير طبعا المرشد المحترم ناصر محجوب مع ابن دكتور في كلية علوم أسيوط وحاليا في المكسيك بسم الله ما شاء الله أخو محجوب بتاع الأسباني. الدكتور ده متخصص في الجيولوجيا بتكلم معاه مرة بيقول لي أنت عارف الجرانيت وعارف البازلت الجرانيت بالذات والكوارتزايت الطاقة الكهرومغناطيسية اللي طالعة من الجرانيت والكوارتزايت 0%، يعني معناه حجر صحي حجر بيديك طاقة إيجابية. يبقى الجرانيت لما بتشوفه في قدس الأقداس بتشوفه في مدخل المعابد للناس اللي بتشرح طاقة أخوانا، أنت وداخل بيدخل حفيان، لو أنت عفصت على الجرانيت تمام بتحس براحة في جسمك لأنه هو إيه 0% طاقة سالبة، يعني بيديك طاقة إيجابية وبياخد منك الطاقة السلبية. ده الحاجات التفصيلات العلمية لما بتتكلم عن الأحجار الجرانيت والكورتزايت. علشان كده المصري القديم عهد إلى وضع موتاه في توابيت الجرانيت والكورتزايت، دي من الحاجات المهمة في الطاقة برضو علشان تحافظ أكل العيش يا شباب، الحاجات الحلوة دي الفنية تمام. آخر حاجة متحف التمساح، عدد من اللوحات والتماسيح المحنطة، والتمساح اخواننا ليه لونه اسود؟ هي مادة القار اللي معناها جت كلمة مومي، كلمة مومي كلمة فارسية معناها القار او الزفت، وبعد ما يحنط وبعد ما يلف الميت سواء بني ادم او تمساح بالكتان يروح راشش عليه زفت او قار علشان الحشرات والعتة ما تاكلش الموميا. يبقى اللون الاسود ده عبارة عن زفت او قار اللي هي جت كلمة موميفيكيشن منها، فده مقطع من كلمة فارسية. آخر حاجة المتحف ده محاكاة لتماسيح موجودة على رملة، والباك جراوند بتاع المتحف حيطان زرقاء اللي هو نهر النيل، يعني كأن التمساح متمدد وقاعد على شط النيل. دي الحياة الفنية اللي انت تقدر تقولها. أشكركم شكرا جزيلا.